أهلا بكم. بلا شك الأسنان نعمة من عند ربنا، وهذه النعمة كتير منا بيتعامل معها بأساليب مش حلوة، بأساليب قد تكون قاسية وقد تكون أساليب إجرامية. من ضمن هذه الأساليب الإجرامية هي استخدام هذا الشيء. طبعا حد يقول لي ده إيه؟ أقول لك ده نموذج عن الخلة. طب دي ليه؟ يعني دي خلة عمل، دي خلة فيل. لا لا لا، ما انا عارف ان دي مش خله، يعني دي انا احنا قعدنا ندور على خله ما لقيناش، فجبنا حاجه تشبه الخله، مش تشبهها في حجمها، تشبهها في منظرها. هي فعلا الخله عباره عن حاجه خشبيه مدببه الاطراف، ويتهيأ لك ان هذه الشيء الخله الحقيقيه بقى بحجمها الدقيقه لا تضر الاسنان. هنفهم النهارده، وهو السؤال الذي سابدا به مع ضيفي العزيز: الخله ولا الخيط؟ الخيط ولا الخلة؟ هذا هو بداية حوارنا مع اسم كبير طبعا لامع في عالم الأسنان، وطبعا قامة جراحية متميزة ما شاء الله، يعني طبعا تواجد علمي رائع جدا جدا، وسمعة ما شاء الله يعني ولا أفضل من كده، وبتشرفنا لأن احنا يعني زي ما بيشرفنا تواجده زي ما بيشرفنا أيضا سمعته الطيبة جدا وأداؤه العالي جدا مهنيا وأكاديميا وإكلينيكيا على مستوى المرضى وعلى مستوى الطلبة. طبعا القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، ودكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي، وطبعا رئيس مجلس إدارة مركز شايني وايت الشهير. أهلا بك دكتور. وحشنا جدا جدا جدا. الله يخليك. التايتل بتاعك بيخلينا أنهج. ما شاء الله. كله أداء وكله إنجازات كبيرة جدا. هي بقى. بص والله هو أنا أيوه الخلة. انت عارف ان الساين اللي انت عملتها بتاعت لا خله بعد اليوم بقت دلوقتي حاجه براند الناس حافظاها دلوقتي. ده لو قلتها بطريقه ايه؟ من النهارده مفيش خله، من النهارده. ودايما الحقيقه احنا دايما لما بنتكلم بيبقى المستوى العلمي في الكلام بيبقى عارف. حاولنا المره دي بقى ان احنا يعني نجيب مودلز، ودي بناء على نصايحك ان احنا نجيب مودلز، المودلز دي ننزل بالمستوى البسيط بتاع بحيث اي بني ادم بسيط ملوق ما يعرفش حاجه في الطب يبقى يقدر يستوعب الكلام ده بشكل مرئي وعلمي. فدايما لما بنتكلم عن الاسنان الناس مش فاهمه، هنقول ده طب انا مش شايف ايه اللي انا عارفه، ايه اللي انا مش عارفه، ايه اللي انا شايفه، ايه اللي انا مش شايفه. فبيبقى دايما الحلم بتاع دكتور السنان هو ده، انه هو يبقى العظم شفاف واللثه شفافه واشوف ايه اللي تحتي. طب ايه اللي هنقدر نشوفه؟ طبعا اللي ما بنتخيلوش قبل كده. بس ده بقه عظيم. طب احنا عندنا بقه ده بقه الاصلي بروفيشنال. ده بقه الاصلي الغالي. ده البقه البروفيشنال. الحاجات دي غاليه جدا على فكره يا جماعه. فانا مثلا بيجي لي، لو جينا تخيلنا ان انا عندي ضرس زي ده، وانا عندي، انت عندك بتقول زي ما بتقول خله والكلام ده كله، بتبتدي ان انا اعمل كافيتي او اعمل ثقب فراغ في اللثه، لان انا بنزل اللثه تحت تبتدي يجمع اكل في المنطقه دي، لان الخله بتبوش او بتزق اللثه لتحت وتبتدي تعمل مثلث او فراغ ما بين الاسنان وبعضها. فتيجي تشوف لو بجيت بصيت على السنه دي من قدام من فوق كده، هتلاقي ان السنه مسوسه من فوق. ايوه. وقبل ما تسوس من فوق هي كانت مسوسه من جنبه وما كانش باين حاجه من فوق. تيجي تبص في بق المريض يقول لك يا دكتور والله انا تعبانه، درس اعمل لي عليه طربوش. فانت تقول له، ودايما انا بتكلم في الموضوع ده دايما، تقول له لا انا ماشي اعمل لك طربوش. واحد دكتور يقول له اعمل لك طربوش، اعمل له طربوش يلاقي حصل ورا. لما نيجي نبص على الموديل هنا هتلاقي ان الطربوش ده الضرس ده تحتيه فيه خراج، تحتيه فيه اهو الدايره اللي لونها احمر دي عباره عن خراج او صديد في العظم. المشكله في ايه؟ المشكله ان الخلايا الحسيه اللي موجوده في الاسنان هي البين ريسبتورز او الاعصاب بتحس بحاجات معينه، السخن، السائق، الضغط. ده مفهوم الالم. فلما تيجي يبتدي يحصل خراج تحت الضرس، المريض يقول لك طب انا يا دكتور مش حاسس بحاجه، لان انت ما هو مش زي العصب بتاع الجلد. انت لما تحس ان في ورم في الجلد بتبقى حاسس بنبض وحاسس بالم وسخونه والكلام ده كله، كل ده بتحسه عن طريق في اعصاب بتنقل الكلام ده عن طريق الجلد. انما في العظم الكلام ده مش موجود. فبيهيئ للمريض عشان هو مش واصل له احساس بالالم في المنطقه دي، يهيئ له ان هو ما عندوش حاجه. وطبعا لو انا باخد
الداتا بتاعتي او المعلومات بتاعتي فقط من الهيستوري او من اللي بيحكوه لي المريض، فانا ساعات كتيره جدا نسبه ما لا يقل عن 60-70% تبقى مسليدنج. مسليدنج ليه؟ يعني ايه؟ بتوجهني في اتجاه غلط. فابتدي لا، ده تسويس من فوق وحط له طربوش. طب انت مش انت الدكتور؟ انت مش انت اللي عارف؟ طب امال ازاي حطيت لي طربوش وورمت؟ اصبح المريض هو وجه الطبيب بشكل خاطئ، وهو مش عارف الطبيب ان هو ما يسمعش كلام المريض، لازم انا امشي بالطرق العلميه بتاعتي المظبوطه، ان انا اعمل اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه هتديني نفس المنظر ده اللي احنا شايفينه هنا ده، بس على الكمبيوتر، اللي هو حلم كل دكتور، اللي هو حلم كل دكتور، ان انا اشوف انا عندي هنا الجذور شكلها عامل ازاي من هنا، ايه اللي نازل من تحت، كاني شفاف، كاني عملت شفافيه. لا، لو في مثلا شايف في هنا ناب مدفون فوق اهو، شوف هو مثلا ممكن يبقى واحد جاي من قدام يعمل تجميل، كويس، يجي يعمل تجميل، انا والله يا دكتور عايز اجمل السنان دي، وهو عنده ناب نايم فوق والناب اللي تحت ده مثلا لبني وهو مش عارف، فيبتدي وده عمال ياكل في الجذور، وده ممكن يقع في اي لحظه، وهو جاي مثلا يعمل قشره ولا يعمل كفر على سنانه، مش متخيل حجم الكارثه اللي موجوده فوق، اللي ممكن تعمل له قنبله موقوته تعمل له. يعرفها منين؟ يعرفها ان انا يبقى عندي السنه شفافه، البق شفاف. شفاف ازاي؟ عن طريق الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد. فتبتدي ان انت تبقى عارف ايه اللي بيحصل. يعني عندي مثلا مثال تاني، السنه اللي جنبيها دي، السنه دي مثلا عندها القناه السنه دي، ايوه القناه اللي فيها، شايف الاكس ده، حرف الاكس ده، حرف الاكس اللي فوق ده، ده تفرع للقناه الرئيسيه. فالتفرع القناه الرئيسيه ده لما عامل زي علامه زائد، علامه زائد. ده لو انت ما عندكش اشعه مقطعيه تعرف انه موجود، وما عندكش حشو العصب السائل اللي يقدر يملى الفراغات دي مش تعرف انه موجود، لو ما عندكش الميكروسكوب عشان تقدر تخش جوه مش هتعرف انه موجود. كل التولز دي هي اللي بتفرق. يعني انا النهارده لما بيجي مريض يتكلم يقول لك انا عندي مشكله يا دكتور في سنتي، وبقالي كتير جدا بروح لدكاتره واعملها وتطلع مش مظبوطه. فاحنا هنتكلم طبعا بالتفصيل عن كل ايتم من دول، بس لو جينا ناخد مثال هو عباره عن زراعه. يجي يقول لك انا عملت زرعه والله وسمعت ان الزرعه فشلت، الزرعه الجسم رفضها، الزرعه اصل حصل تحتها التهاب، الزرعه وقعت. فاقعد اضحك لان المريض مش فاهم يعني ايه زرعه. الزرعه ببساطه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اكتشفها دكتور اسمه برانا مارك. برانا مارك ده كان دكتور عظام، دكتور بشري بتاع عظام، وكان جاي بيحط كاميرا، الكاميرا دي تيتانيوم عشان يصور التئام العظم. فجاي يطلع الكاميرا دي لقى ان العظم بيتعامل مع التيتانيوم كانه حاجه طبيعيه، بيعشق فيه ويخش في السريشنز بتاعته ويمسك فيه بشكل قوي جدا. حلو قوي. فاكتشفنا ده في العظام وفي الاسنان وفي كل حاجه، ان المسامير التيتانيوم اللي معموله من سبيكه من معينه من التيتانيوم، من انقى انواع التيتانيوم، الجسم بيتعامل معاها بشكل، لان هي انرت. انرت يعني ايه؟ يعني غير خاملة. قابله للتفاعل، خامله، لا تتفاعل مع الجسم بشكل تام، وفي نفس الوقت بايو كومباتبل، يعني الجسم يقدر ان هو يتفاعل معاها بشكل كويس، ويقدر يعشش الخلايا، تعشش جواها وتعمل جواها تكاثر وتكبر جواها العظم. كتير من الاكتشافات الطبيه اكتشفت بالصدفه على فكره، بالصدفه. دي صدفه بالظبط. فاذا الزرعه عباره عن ايه؟ الزرعه هي عباره عن الحاجات دي. حلوه قوي. قوي. انتوا عارفين ان البق ده تقريبا فيه كل مشاكل السنان، يعني ده هيفيدنا في كل حلقه، كل حلقه. كل ده الحاجات دي غاليه على فكره، وانت صرفت كتير، صرفت كتير. فالفكره في ايه؟ ان انا بيبقى عندي عباره عن مسمار، ببساطه جزئين. المسمار ده بيبقى من سبيكه من تيتانيوم معينه، طبعا ده حجمه كبير جدا احنا جايبينه، بس ده توضيح. وبيبقى من جوه كده مجوف، تمام، مفهوم يعني، عامل زي الفشر بتاع اللي بيتحط في الحيطه. فبيجي ببساطه انا عندي جدر، ده بنعتبره جدر السنه، وبنيجي نحطه في العظم بالمنظر ده، تمام. ثم ننتظر ان العظم يخش في السريشنز دي وفي الجروفز دي، يخش يمسك يعشق. ليه؟ لان هو تيتانيوم، ما فيهوش اي حاجه ممكن تترفض من الجسم، لان هو ما هوش ماده طبيعيه، دي حاجه صناعيه تيتانيوم. يبتدي ان هو يعشق في الجروفز دي ويمسك، يبقى زي الحديد. الجروفز اللي هي ايه؟ التجاويف. التجاويف اللي هي والقلاووز ده، اللي هي في تجويفة القلاووز يا جماعه. بالظبط. تبتدي يخش فيها ويمسك فيها زي الحديد. تبقى عباره عن اكنك حاطط جزء من العظم ما تقدرش تفكه من العظم. يعني ده لما بيتحط غلط، عشو معشو، ده لما بيتحط غلط عشان تقطعه انت لازم تشيل العظم اللي حواليه كله.
يعني حاجه بتمسك في العظم بشكل قوي جدا. أوكي. تمام، من غير اي سايد افكتس، يعني ما بقاش ليها اي اعراض جانبيه، لان هو ما هوش حاجه بيولوجيه، انا ما بزرعش عضو زي الكبد ولا الكلام ده كله، لا ده حاجه صناعيه، تيتانيوم الوي او سبيك التيتانيوم، بس لازم يتحط صح. احنا لسه بقى نتكلم في حط ازاي. لان انت انا بتكلم في الكومبوننتس، لو ما تحط صح هتبقى دي لسه الكومبوننتس دي هنتكلم فيها، بس انا بتكلم في الاساسيات هو ايه. فجينا حطنا مسك في العضم، انا ايه اللي باين عندي؟ ولا حاجه فوق اللثه، ولا حاجه، اكني ما عملتش اي حاجه خالص. اللثه بتلم وتبقى الموضوع متغطي، اكني ما عملتش اي حاجه خالص. ثم بعد كده بنيجي بالليزر، اقوم فاتح فتحه صغيره على قد الزرعه بالظبط، طبعا ده بالاشعه المقطعيه اللي عارفين مكانها فين، ونيجي نقوم حاطين الجزء اللي فوق ده نركبه، يتركب يبقى بقى عندي اكن شكل سنه مبروده. اوكي تمام. وبعد كده نبتدي ناخد مقاسات، نصور بالاشعه بالكاميرا الليزر عشان نعرف الكمبيوتر، وابتدي اعمل له طربوش واحطه عليه، اصبحت عندي سنه. الله تفهمني، انا افتكرته اول ما شفته افتكرته برفار يا يعني انا دخلت افتكرت الدكتور شادي جايب لي برفان، قلت الله طلع سنه يلا. فاصبح ده بس دي شبه من بره حلو قوي، دي السنه فوق، فمن فوق هي سنه طبيعيه بنفس التعامل بنفس كل حاجه. نحطه ازاي بقى؟ يعني هي الفكره، الموضوع يبان بسيط بس هو السهل الممتنع. ليه السهل الممتنع؟ لان انت النهارده لو جينا بصينا على بقى الموديل، ادي الموديل بتاعنا، شايف السنه دي اتجاهها ازاي؟ السنه دي اتجاهها ازاي؟ السنه دي يعني شوف دي طالعه كده، دي جايه كده، دي طالعه، دي داخله كده، النبده دي داخله نازله كده، والسنان دي من بره ودي من جوه، ودي عضه بالجروفز دي، ودي عضه بالجروفز دي بالنتوءات دي، ودي عضه بالنتوءات دي. كل سنه كل سنه سبحان الله ليها وضع داخل الفم. كويس؟ لو انا جيت في المكان المفقود ده، عايزين نثبت بقى الايد عشان ايه الكاميرا تركز على الحته اللي احنا هنقولها دلوقتي. بالظبط. لو انا جيت حطيت زرعه مثلا في الجزء المفقود ده، تمام، الجزء المفقود بين السنتين ده، السنه اللي مش موجوده دي، لو جيت طلع لبره كده، كويس، هتيجي تحط عليه الجزء ده، يعني لو تخيلت ده كده محطوط طالع لبره كده، هتيجي تحط عليه الجزء ده هتلاقيه في حته تانية خالص. طبعا هتلاقي بره قوي بقى، هتلاقي بره جدا. ما هو هنا اللي بره ملي، اللي هيتحط عليه يبقى بره 3-4 ملي، 3-4 ملي مفهوم. وبعدين كمان زي ما اتفقنا ان كل ما السنه بتطلع لبره اللثه بترجع لورا زي الستاره، يعني ادي كده اهو، كل ما برفع دي كده تلاقي دي تطلع لبره كده، كل ما هنزل دي تنزل اكتر. لو ده داخل لجوه كده هتلاقي ان هو اللثه نزلت عليه بشكل اكبر، هتلاقي طول السنه بالنسبه للي جنبيها شكلها وحش. ده بالنسبه للاسنان الاماميه. طب تعالى بس بالنسبه للسنان اللي ورا، لو دي طلعت، انا حطيت الزرعه دي برده كده في اتجاه مش مظبوط، هاجي احط عليها الكفر بتاعها هتلاقيها ما بتعضش. حطيتها جوه كده هتبقى عاليه، هتبقى دي خبطه بدري، هتبقى عاليه طبعا. فاذا ايه ابتدى، كان زمان احنا بنحط الزرعه ثم بعد كده ندور هنحط الطربوش ازاي. تمام. دلوقتي الوضع بقى اختلف. ازاي؟ ان انا بقوم جاي الاول مصور اشعه مقطعيه تجيب لي المنظر ده، حلو، الموديل الفاضي ده نعتبر ان ده العظم، واقوم جايب الكمبيوتر واقوم حاطط عليه الكفر قبل ما احط الزرعه، وبعدين اقوم جاي ثرو الكفر ده اقوم حاطط من نصه الزرعه، فيبقى انا الاول ظبطت الكفر على الكمبيوتر في الوضع المظبوط بتاعه، واحسن مكان للزرعه في نص السنه، اقوم جاي حاطط الكفر ده الفن الزرعه دي في نص الطربوش بنفس الاتجاه. فلو جينا بصينا ادي الازرق ده، لو كده بصيت على الازرق اللي في الاشعه اللي فوق اللي في الويندو اللي فوق دي، اللي في الجمجمه اللي فوق دي، الازرق ده اللي هو الطربوش الفيرشوال اللي احنا كنا اتفقنا عليه. تمام. اللي هو الشفاف زي اللي شفاف اللي انا جبته لك ده، ايوه، حطيته في المكان الفاضي ده، مكان فاضي ما فيهوش بتاع، وابتدي احط من خلاله السنه. نفس القصه، ادي بص مثلا، ادي انا ديني شايفه زي الموديل الشفاف ده، نفس الموديل الشفاف اللي انا جايبه لك ده، منظر اشعه مقطعيه بتاع عيان حقيقي. تمام. ابتدي انا ابقى شايف الجذور وابقى شايف الاشعه وكل حاجه، ابتدي احط الزرعه طبقا للطربوش اللي في الاتجاه المظبوط اللي انا حطيته الاول. يعني حطيت طربوش الناب الاول اللي هو في المكان الفاضي،
وبعدين احط عليه الزرع من خلاله. نفس القصه الضرس ورا، احط الاول الضرس اللي ورا الكبير الازرق ده ومن خلاله احط الزرعه جوه العظم. فبالتالي الموضوع بقى معكوس، انت ما بتحطش زرعه وبعد كده بتدور هتحملها ازاي، وتقعد بقى المريض يبقى مش مبسوط من النتيجه ويبقى مع عضته مش مظبوطه او شكل الزرعه طالع لبره او داخل لجوه. لا، انا بحط الاول الكفر على المكان الفاضي واشوف الاحسن بالنسبه لي فين مكان، ومن خلاله اقوم حاطط الزرعه. وانت دارس جيد لكل الطرق، انت داخل عارف عض داخل فين في العضم، وعارف المكان الزرع هيروح لفين، ومفيش في طريقي حاجه تكون نايمه لا يمين ولا شمال صح. ولا جذع نخله كده في ولا ولا عصب ولا جيب انفي ولا جذع نخله ولا تطلع بره ولا الكلام ده كله. يبقى الموضوع بناء على دراسه ونتائج مدروسه وباقل الم. ليه بقى؟ لان انت النهارده مش هتفتح. يعني تخيل نفسك انت كده، لو انا بفتح عشان احط الزرعه وابتدي ان انا اخيط، برضه ممكن الزرعه تبقى في اتجاه مش مظبوط حتى لو شفت العظم. ليه؟ لان الكفر انا ما اعرفش هيتحط ازاي الاول، فكانت دايما بيبقى في لاك اوف كوميونيكيشن او عدم ترابط ما بين الراجل بتاع التركيبات وبين الراجل بتاع الجراحه، اللي بيعمله ده اللي بيعمل الزرعه وده اللي بيعمل بتاع. تيجي يلاقي الراجل بتاع الجراحه ملبسه في الحيطه حاطط له زرعه ما ينفعش تحمل، فتيجي تبتدي تعمل الزرعه دي، فلو نوعها مش كويس هتبتدي تعمل مشاكل في العظم. طيب تعالى بقى على وقلنا اتجاه، اتكلمنا عن اتجاهها، يعني التقنيه بتاعت وضعها دي اهم كمان من نوع الزرعه. يعني تقنيه وضع الزرعه بشكل مظبوط وتتحمل عليها بشكل مظبوط، لو جبت احسن زرعه في الدنيا وما اتحطتش بطريقه متخطط ليها بشكل مظبوط هتلاقي المريض ده في مقاسي طول عمره. تمام؟ يعني الزرعه دي لو نزلت تحت شويه زياده وخبطت في العصب العين ده هيفضل شفته منمله طول عمره. لو دخلت في الجيوب الانفيه العين ده هيفضل عنده جيوب انفيه طول عمره. لو جت طالعه بشكل متجه مش مظبوط عشان يشيلها دي كارثه وبوظت العظم فيها. طيب تيجي على السوبر ستراكشر او الجزء اللي فوق ده. الجزء اللي فوق ده في منها اللي زي ده الجولد بليتد. جولد بليتد ليه؟ جولد بليتد يعني مطلي ده. مطلي ده ليه؟ علشان خاطر ما يشفش، لان دايما التركيبات اللي بتتعمل دايما بتبقى من مواد شفافه. يعني هو ده ازاز، هي تبقى زي الازاز بس بلون. تمام؟ لان السنان الطبيعيه المينا كده زي الازاز بس بلون، ازاز ملون لونه ابيض. كويس؟ فهتبتدي لو انت حطيت حاجه سيلفر هتشف لون جراي في السنه، انما لما انا احط حاجه يلو بتشف لي اللون الاصفر، والسنان اصلا القلب بتاعها اصفر فتديني شكل كويس. في ناس سنانها مش صفرة، في ناس سنانها بيضاء قوي. طبيعه السنان، انا عايز ازرع في سنه قدامانيه زي دي كده وعايز احط، فبنبتدي نحط السوبر ستراكشر ده من ماده عاج. انت فاهمني؟ يعني اربط هنا احط ده ماده عاج. الزرعات اللي تحت السلم ما تلاقيش فيها العاج ده، تلاقي ان هي ما فيهاش غير الستانلس الفضي ده اللي بيعمل شكله مش حلو وبيشف شكل مش حلو. طب نيجي بقى للوقت اللي انا بحبه قوي في الحلقه، القبل وبعد والصور. انا بعشق الفقره دي لان انا بقعد ابدع فيها. نتائج الكلام ده هتبقى عامله ازاي؟ نتائج الكلام ده هتبقى عامله ازاي؟ دي اسمها ايه دي؟ دي كانت نورهان لو تفتكر، نورهان طبعا. وكان الضرس متكسر خالص ومتدشدش تحت بتاع. يمكن لو بصينا هنا هتلاقي في واحد اخوه هنا اهو. انت فاهمني؟ ضرس متدشدش خالص وعايز ان هو يتشال. فبنبتدي بالموجات الصوتيه نمشي حوالين الضرس زي ما عملنا مع نورهان عشان اطلع الجدرين دول. وابتدي اقوم جايب زرعه، الزرعه بتاعتي اقوم حاطط الاول الطربوش على المنطقه الفاضيه. كويس؟ عشان اشوف احسن مكان للزرع. لان خد بالك من حاجه، انت عندك في مكان الجذور دي. مكان الجذور دي هيوجهك غلط. ليه؟ لان انت لو حطيت في مكان الجدر هتطلع السنه، ما انت عندك جدر يمين وجدر شمال. لو حطيت السنه جدر اليمين هيبقى عندك المسافه اللي من ورا كبيره واللي من قدام ضيقه. لو حطيت في الجدر الشمال اللي ورا هيبقى عندك المسافه من ورا ضيقه، هتلاقي الضرس يا اما بيحشر اكل يا اما ضغط على الضرس اللي ورا عامل مشكله. فهتبص تلاقي العين يقول لك انا عملت زرعه مش مستريح، انها زي السنه الطبيعيه لان مكانها محطوطه في مش مكان مش مظبوط. برده نفس القصه في هدي، كان عندها برده سنه قدام مش مظبوط. لو جينا بصينا هنلاقي في واحده هنا ايه زرعه هنا زي بتاعت هدي بالظبط. شايف الطربوش ده والطربوش ده او التاج ده والتاج ده، دول الاثنين زي بعض بالظبط، مع ان ده من تحت زرعه وده من تحت جدر سنه طبيعيه. فده يجي ازاي؟ يجي ان انت من جوه لما تيجي تبص كده هتلاقي ان هو الجروف الاتجاه بتاع الجدر ماشي بالظبط لنفس اتجاه الجدر اللي جنبه. كويس؟ كل واحد في الفم ليه جدر. ده تتم ازاي؟ ان انا احط الكفر ده الاول قبل ما احط الزرعه على الكمبيوتر، ومن خلاله اقوم حاطط الزرعه، وبعدين اقوم حاطط الكفر بعديها على الكمبيوتر يديني نفس العضه. السنه لما بتيجي تعض
مهم قوي يا دكتور ايمن ان انا هي ما هياش بتعض كده زي ما احنا شايفين، يعني المعامل لما بتيجي تظبط بتظبط العضه كده. اه كويس، بتيجي من فوق كده كده وخلاص. اه كويس، ده اتجاه واحد. احنا لما بنيجي ناكل عمرنا عمرك كده راح كده، مفيش حد بيعمل كده. انت ان شاء الله انت بتاكل يا سنجاب. انت بتمضغ كده شيوينج. كويس، فهتبص تلاقي لو ده عالي مثلا من هنا، لو ده من هنا عالي، الزرعه دي من هنا عاليه لان اتجاه الزرعه ما كانش مظبوط، فهيبتدي لما تيجي تعض كده وانت عضت كده انت ما عندكش، مش حاسس بحاجه عاليه. لما تيجي تطلع كده هتطرقع وهتلاقي نفسك ان انت مش عارف وفي ناس بتقعد تطرقعها على فكره وتلاقي بتحصل مشاكل بعد كده. يا سلام، انت مثلا لو خارج مع حد وقاعد بقى جنبه وهو عمال يطرقع لك كده. لا طرقع قدام. بص بقى، تخيل نفسك انت بقى ايه، بص على المفصل ده، مفصل فك. لو جينا تخيل ده مفصل فك، لو انا عمال اعمل كده المفصل هيلخلخ، هيبتدي الكارتليج ده او الغضروف يتحشر ما بين الجزئين العظميين بتوع المفصل يتحشر. ويبتدي يطرقع الفك نتيجه العضه اللي مش مظبوطه. فتبص تلاقي فراغ واحد بزرعة واحدة ممكن يعمل لي مشاكل تفضل عاملة مأساة عند الناس وبتقابلها يوميا. يجي يقول لك يا دكتور انا عندي مشاكل في الفك، انا ما عنديش مشاكل في اسناني. تقول له طب انت ابص في بقه الاقي كل التركيبات اللي في البق بايظه. اقول له طب ما حضرتك دي اللي مبوظه المفصله دي. هو مش قادر يستوعب ان القضبان دي هي اللي مبوظه المفصله دي، ان ما كنتش انا باب بيفتح في مجرى غلط، المفصله بتاعته هتبوظ طبيعي. فلا يعني تلاقي الوضع مختلف تماما في العض. ومهم جدا العضه بالنسبه لمفصل الفك هو كل حاجه. تمام. دي اللي بتبوظ المفصله دي، اوعى تنسوا المفصله دي. ما بنتكلمش عنها كتير، التمبر منديبلر جوينت ده لازم نتكلم وندي له حقه شويه، لكن كله سببه دي اللي بوظت الدنيا. هي دي، ابعد عن الخله يا عم الحاج، الخله تدمر سنانك. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الابداع وعلى هذا الشرح الرائع جدا جدا، وقربت بينا جدا فكره الزراعه ودخلتنا في عالم الاسنان كانها محاضره. لكن محاضره واصله لكل الناس طبعا بلا شك. القمه الاماميه الكبيره اللي يعني انا بسعد بهذه الزيارات المتميزه وهذا الاسلوب الرائع جدا، وهذه اللي انا بحب قوي قوي الانفعال العلمي. هو عنده انفعال علمي جميل جدا، كل اساتذه الجامعه كده. كل شكر وتقدير للاستاذ دكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، ودكتور علاج الجذور بجامعه عين شمس، وماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي، وطبعا المؤسس ورئيس مجلس اداره مركز شاني وايت الشهير. اهلا بكم. بلا شك الجلد والوجه شيء مهم جدا، ملامح الانسان بتعبر عن كل حاجه، بتعبر عن اهتمامه بنفسه، نظرته، شبابه. ايضا ملامح الانسان وبشرته تعبر عن اهماله، ساب نفسه خالص، ما عملش اي عمليات تصحيح للجلد، تعامل مع الجلد، عيوب الجلد سابها زي ما هي، ده شيء مش حلو، تعبر عن اهماله، تعبر عن انه بخيل على جلده، ده شيء مهم جدا. خلينا اقول لكم ان في ناس اضرت بوشها جدا، التدخين والكحوليات والاهمال والسهر والمواد المخدره والى اخره، دمرت وشوش ناس كتير قوي. والوش لما يتدمر ما تقدرش تخفي المساله بشكل كامل بمساحيق التجميل وشيء من هذا القبيل، بودره ومش عارف ايه الكلام ده، ما يقدرش يخفي حاجه. تعالوا كده احكي لكم كم قصه سريعه. باميلا اندرسون، باميلا اندرسون هذا الوجه اللي كان جميل جدا وكان صبوح، باظ الوش دوت وبدت فيه تجاعيد باينه، مش بس بسبب السن، بسبب الاجهاد، باين جدا في كل حته في وشها ان الاجهاد
بدأ يأثر عليها بشكل كبير جدا، طبعا غير إدمان الكحول ووائل آخر. بريجيت برادو طبعا السن لعب دور مهم، لكن إدمان الكحوليات، الإدمان للكحول هو اللي وصل الوش لهذه الدرجة من السوء، رغم أنه ممكن في سنها ناس تحافظ على نفسها. بريتني سبيرز نفس الكلام، ودي بقى أكثر قسوة الحقيقة، لأنه باين جدا بقع الكحول، باين جدا بقع الادمان للمضادات الاكتئاب ووائل آخر. في كريستينا أغيليرا دي برضو من الناس اللي ادمنت الكحول وبدا ياثر على وشها بشكل سلبي. ديفيد بوي نفس الكلام برضو، يعني راجل كان وشه جيد جدا، طبعا كبر وكل حاجه، لكن بص الانتفاخات اللي تحت العين ازاي زادت بشكل كبير. نبص للملامح الوش اللي بدات تبقى فيها اتروفي. دوناتيلا فرساتشي دي أسوأ بقى، لأنه ده كمان بدأت تعمل عمليات تجميل فاشلة كتيرة جدا. وبرضو ألين باركين وغولدي هون نفس الكلام، برضو نفس القصة. وكيتموس اللي كانت نجمة شديدة الإبداع في سنوات قليلة بسبب إدمانها للكحول ومضادات الاكتئاب بدأت تصل إلى هذه الدرجة، وعمليات تجميل الفاشلة وصلتها برضو للحكاية دي. النهاردة هنفهم ازاي الوجه نتعامل معه برقة شديدة، بدقة شديدة، بعناية شديدة جدا، نصل به الى درجة كاملة من البريق اللي هيستمر لفترات طويلة. ممكن السن والجاذبية والعمر يأثر، لكن خلينا نقول خلي دول ما لهمش حل، لكن خلي دول العامل الوحيد اللي قدامك، ما تخليش حاجة تانية، ونشتغل على وشنا صح. ازاي صح؟ ده اللي هنفهمه النهارده مع ضيف عزيز علينا جدا وقيمة علمية متميزة، الاستاذ الدكتور احمد فؤاد ناسي. ازاي نخدم وشنا؟ الاكل ليه عامل كبير جدا، وشرب المية. فيلر منطقة مهمة جدا في عالم التجميل، بيستخدم على نطاق واسع. في نعمة دلوقتي الفيلر مثلا ممكن نحقنه في جرح آثار حب الشباب. آثار حب الشباب. لو عاملة لي حفرة مضايقاني أقدر أحقن كل حفرة بالفيلر. الفيلر في الشفايف من الحاجات اللي بتغير شكل الوش خالص. فيلر الشفايف ده بالذات هي رؤية الدكتور أهم من رؤية الكلاينت. لأن الكلاينت اللي جاي مش فاهم أنا لو حقنت في الحتة دي شكلها بعد هبقى عامل إزاي. الدكتور أحمد فؤاد مازن، استشاري الجلدية والليزر، عضو الجمعية الأمريكية لطب التجميل. اهلا بك دكتور احمد، منور دكتور. ده نورك دكتور ايمن، يعني نتشرف بهذه الزياره الجميله، وفي نفس الوقت في وقت مهم، الصيف بيضر جدا بالجلد. طبعا اكيد جدا فعلا، خصوصا الحر ده، الحر والرطوبه والبسين والتعرض للشمس والحاجات دي. انا عايز اعرف بقى التان هيعمل فينا ايه. عايز ابدا الاول ب ازاي نخدم وشنا، سؤال كده كلاسيكي كلاسيكي. احنا طبعا الوش ده يعني الجلد عموما ده اكبر عضو في الجسم. الاهتمام بيه بيحتاج، لو هتعرض لشمس احط واقي شمس، لازم اهديله الفيتامينز اللي هو محتاجها، الاكل الهيلسي، لازم طبعا بعض الفيتامينات المهمه جدا للفيس او للجسم كله عموما، فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين سي، انتي اوكسيدنت، كل الحاجات دي مهمه جدا. الاكل لازم نهتم بالاكل يكون هيلسي، الاكل اللي ليه عامل كبير جدا، وشرب الميه. دول اهم حاجات يا دكتور ايمن، طبعا حضرتك عارف يعني. طبعا شرب الميه على فكره الجيل الجديد كتير منه ما بيشربش ميه. دي هي دي الكارثه، عشان كده بتلاقي رينكلز ابتدت تطلع في سن صغير دلوقتي. التجاعيد الصغيره. ايوه بالظبط، الفاين رينكلز دي. وطبعا بالليل لازم يبقى في مرطب. يعني لازم ترطيب البشره على طول مع الجو الحر ده والرطوبه، لازم يبقى فيه ترطيب للبشره. مش لازم نتعب نفسها بحاجات غاليه وكده، بس دي اساسيات الحياه. مش بس انت ايجينج او كبر سن، لا ده انا حافظ على بشرتي وانا صغير برضه. وكل ما هبدا وانا صغير كل ما مش هحتاج لما اكبر. هذا دي نقطه مهمه جدا يعني. عايزين نبدا بالفيلر. الحقيقه الفيلر منطقه مهمه جدا في عالم التجميل، بيستخدم على نطاق واسع. انا عايزك تقولي كده الفهرس بتاع استخدامات الفيلر، وبعدين تقولي النهارده هنقول ان الفيلر له استخدامات غير متعارف عليها او كتير من الناس ما يعرفهاش. بالظبط كده. طبعا حضرتك عارف يا دكتور الفيلر عموما بيستخدم للفيس. طبعا زمان كان في انواع كتير من الفيلر، دلوقتي طبعا الابروفد من الاف دي اي اللي هو الهيالورونيك اسيد، ده اللي هو مش دائم ويديني الشكل اللي انا عايز اعمل بيه، بشتغل عليه بقى في الديب لاينز
سبيشال في اللور تو ثيرد من الفيس. يعني بقى ان دي النيزوليريال فولد المارينيت لاينز إيه لو في ديب رينكلز في المنطقه دي التجاعيد التجاعيد العميقه العميقه اللي هي ما بتروحش بالبوتوكس بقى وهنا الحته دي وتهدل الخد ده والحته دي كلها. دلوقتي في تكنيك جديد في حقن الفيلر مش زي زمان بقى بقينا نحقن دايركت اللي هنا بفان تكنيك او سريت تكنيك، لا ده احنا بنحقن في المنطقه اللي عند التشيك بون منها اعمل شاربنس للوش ومنها اعوض نزول الخد اللي سقط مع العمر او مع الويت لوس. فبنحقن هنا بحيث اعمل ليفتنج. يعني الجديد الناس فاهمه ان الفيلر ده نفخ بس هنفخ وش يا دكتور، لا انا مش عايز وش، لا ده الموضه حتى دلوقتي الشاربنس ان انا اعمل تحديد للوش مش بس اخليه طبق مدور كده، لا طبعا. يعني حضرتك عارف في ناس فاهمه ان انا هحقن فيلر وش هيبقى مدور كده. رمضان اللي فات مش اللي فات ده اللي قبليه كان في على الشاشه اطباق كتير قوي مدوره بالظبط كميه فيلر في الممثلات اخدت بالي طبعا في رمضان مش اللي فات اللي قبله واللي فات ده ربنا سترها معاهم خدوا بالهم بالظبط كده طبعا دي كانت يعني واضحه جدا للي بيفهم طبعا. دلوقتي الحقن التكنيك الجديد ان انا زي ما قلت لحضرتك بعمل ليفتنج، الليفتنج ان احنا مع العمر الوجه بينزل لتحت مع الجرافيتي. مع واحد كان تخين عمل عمليات البرياتريك سيرجري عمليات تخسيس عمليات التخسيس دي بتنزل في الفيس كميات دهون فظيعه يعني. غير كده طبعا الفيلر دي الاستخدامات الجديده بقى الاستخدامات الجديده دلوقتي هو ده طبعا العرض بتاع التكنيك حقن الفيلر يعني ان احنا بندخل بنحقنه في اي طبقه من الجلد يعني سب درمال طبعا كل منطقه وليها حقن في حته سب كوتينيوس احنا بندخل في المنطقه التشيك بون دي لغايه ما نوصل بالنيدل لسن العظمه بنحس العظمه واحنا داخلين بالنيدل احقن اعمل فوليوم وبعد كده هتلاقي حضرتك شد على طول. ده التكنيك الجديد في الحقن مش بس ده انا راح حقن الحتتين دول او نزل اربيا الفولد واحد عندها وشها مليان اصلا راح حقن لها نزل اربيا الفولد هيديها شكل مش لطيف. فالفكره دلوقتي نعمل تحديد للوش، الوش عامل زي الاوفال، اوفال يعني زي الهارت كده هو نازل على ضيق من تحت وبيطلع بيضاوي. لكن ان يجي الوش تقول لي لا املالي وش كله ده لا ما ينفعش، لازم نفهم طبعا المريض قد فيه علامات جمال. علامات جمال منها الوجنه الوجنتين دول اللي هو التشيك بون بتدي شيب حتى هم الخدين الخدين بس هم الخدين الممتدين الممتدين عند العظم دول بيسموهم بالعربي الوجنتين الوجنتين بالظبط كده. لكن تقول لي عرض لي الفك لا هو العكس انا عايز اصغر الفك من تحت. يعني انا لازم اعمل بصغر العمر. لو هي عندها المندبل اصلا عريض اللي هو الفك ايوه بالظبط كده لو عريض اصلا انا بدي له بوتوكس عشان اخلي الماسيتر ماسلز تدخل لجوه اخلي العضلتين دول يشدوا فيدخلوا لجوه بالظبط كده يبقى انا نحفت الوش من الجناب وحقنت فوق فعملت شكل اوفال. العمر بيدي شكل عامل زي الثمانيه بيقلب المثلث احنا عندنا مثلث يعني فهو بيتقلب المثلث مع العمر بينزل الخدود بتنزل تهدي اللي تحت بيدي عرض من فوق يبتدي ينزل من الجلابيلا هنا والمنطقه دي والتمبلز بينزل فيها الفاتس هنا في الحته دي فيصغر من فوق ويعرض من تحت. الشباب عكس تلاقيه من تحت نازل على مقفول وطالع على بيضاوي. فده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي اللي احنا نرجع حتى كل الناس بص ليها قدام المرايه تبص ليها بتعمل كده بيقول لي فعلا في العياده يشدوا عشان يرفعوا وشه على فكره يا دكتور دي حتى دي تمارين بس طبعا تمارين مهما كان مش هتقدر تعمل كده ان العضله بتتهدبل برضه بس ده تمارين حلوه يعني لو الناس فعلا تعمل التمرين ده كل يوم بس من سن صغير طبعا هيخلي العضله شغاله لكن مع العمر حضرتك عارف مش الجلد بس اللي بيتهدل معاه العضلات والبون بيحصل فيه شويه يعني ضمور خفيف كده الشيب بتاع العظم نفسه بيتغير. فاحنا لازم نشتغل على الحته دي ونشتغل بطرق نون سيرجيكال نون انفيزيف يعني احنا اللي بيسموها لانش تريتمنت. احنا بنشتغل في العياده وبنج موضعي وبتطلع كانها عامله فيس ليفت. كتير بقى نون سيرجيكال فيس ليفت ده مهم جدا. بدا يغسو بقوه يعني بدا يبقى له منافس قوي للسيرجيكال فيس ليفت او لرفع الوجه بالجراحه لا ده رفع وجهي غير الجراحه. بالظبط يا دكتور ايمن حتى المؤتمرات الحديثه دلوقتي خناقه بينكم بقت خناقه بين الجلديه والجراحه بس حتى دلوقتي كلنا مشتركين في نفس الكونسبت يعني. يعني حتى الثريدز احنا بنشتغلها وهم بيشتغلوها الفيلر والبوتوكس بيشتغلوها البلاستيك سيرجن فطبعا احنا كلنا شغلنا مشترك. هذا بالفيلر بقى يعني في الاستخدامات الغير
متعارف عليها او الغير مشهور. اه يعني احنا الناس كلها حافظه الفيلر شفايف شفايف خدود الكلام ده كله، ده الاساسي، ده الاساسيات. ايه اللي انت بتعمله تاني بقى؟ اللي احنا بنعمله دلوقتي النون سيرجيكال رينوبلاستي، يعني احنا ازاي نعالج الانف بدون جراحه لو انا عايز اقصر الطول بتاعها. لو انا يعني مثلا يعني اقصر طول التيب اوف نوز، التيب اوف نوز يا دكتور ايمن، في ناس عايزينها بالعربي بقى، يعني اللي هي يسموها ترطفه المناخير. دي بتبقى عند ناس بتديها طول، فدي احنا بنحقنها بنوع معين من الفيلر بتكنيك معين، نرفع التيب اوف نوز بحيث من البروفيل هتبقى الطول الطول بتاع الانف نفسه صغر. زي ما حضرتك يعني شايف بتبقى التيب اوف نوز اترفعت، بس ليها تكنيك معين ونوع معين في الفيلر يستمر سنتين. طبعا هي كل سنتين هتحقن كده، يعني احنا بس اللي بتخاف من عمليات الجراحه وعندها دي مشكلتها نقدر نعالجها بدون جراحه عن طريق الفيلر. عظيم. ده من الاستخدامات الجديده دي. مثلا الـ 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 لما تكون في بون في النص كده في النوز، وفي اعوجاج اعوجاج بالظبط، في اعوجاج للانف. طبعا احنا بنحقن الفيلر من فوق هنا، بندخل بكانيولا بنخليها ستريت، بدل ما يبقى عندي العظمه من البروفيل ظاهره، لا ده انا هخلي كل النوز بتاعتي ستريت ولاين، وفي نفس الوقت بتديني رفع لمنطقه الوايدنس، يعني عرض المناخير نفسه لما هحقنه بالفيلر ده هترفع. زائد ممكن ان انا اعمل بوتوكس في الحته دي، بحيث لما اجي اضحك، لما الواحد بيضحك بتلاقي مناخيره ايه نزلت شويه، تبقى في نوز الترتوف، فانا بحقن العضله دي بحيث لما يجي يضحك ما تنزلش تفضل مرفوعه النوز. كل الحاجات دي جديده. حلوه قوي. دي كل الحاجات دي جديده. ده كله في العياده بمقدمه كل ده في 10 دقائق 5 دقائق وروح كتير. بالظبط كده. بس طبعا يعني في مشاكل في الانف تحتاج الى جراحه، يعني احنا بنتكلم عليها. في مشاكل حالات الانف الكبيره جدا، الانف اللي فيها كميه دهون كبيره، دي جراحه طبعا. لكن الحاجات اللي احنا قلناها دي جميله قوي قوي. بالظبط. وعلى فكره بتفرق، لان الانف المليمترات بيفرقوا فيه جدا. جدا يعني حضرتك الصوره اللي شفناها بتاعت العظمه دي، دي كلها طولها 4 مللي. بس شفت لما اتحقنت اتحقنت بقت ستريت، ورفعنا التيب اوف نوز، يعني رفعنا الترطوفه شويه لفوق، بقت الانف جميله. يعني كل سنتين تيجي تعمل القصه دي ولا تحتاج جراحه؟ يعني بدل برد ومش عارف ايه. في ناس بتتخوف يقول لك جراحه التجميل، عندهم فكره غلط برضه عن جراحه التجميل، بس مش عارف مين ماتت مش عارف فين والقصص دي كلها. قلت الفوبيا دي قلت. الاويرنس زي الحمد لله. عدينا مرحله. كان من اربع خمس سنين كانت القصه خوف صعب شديد جدا. طب حلو قوي. انا دلوقتي الانف ظبطت فيها ثلاث حاجات، لو الترطوفه بتاعت الانف نازله وطويله برفعها شويه. بالظبط. لو انا عندي هاند هم يعني عندي زياده في زياده في البون في العظمه، بس بخليها كلها ستريت خط واحد. بالظبط. برضو حته البوتوكس دي حلوه قوي. قوي. بالظبط. لان في ناس لما بتضحك فعلا بتنزل النوز. بالظبط. لان المنطقه دي مع العمر بتزيد على فكره، بالودان والنوز بتنزل لتحت مع الجرافيتي. فدي بتنفع مع الناس كمان انها تقلل شويه الطول بتاع الانف. بتاع الانف. بالظبط. كويس قوي. ده الاستخدامات بتاعت الفيلر في الانف. في الانف. في حاجه ثانيه في الفيلر؟ في نعمل دلوقتي الفيلر مثلا ممكن نحقنه في جرح. مكان جرح قديم. ده مهم قوي دي. احكي لي عنها. يعني مثلا في حد مثلا يكون ايه عنده جرح وخد غرز ما اتعملش صح وهو طفل، لما كبر ابتدى يبقى شكل الجلد نفسه مش لطيف، عايز اداريه، يعني يبقى عندي مثلا زي الجلابيلا دي مثلا، او عندي مثلا الفور هيد دي فيها جرح الجبهه. الجبهه بالظبط كده. في عندي هنا جرح فوق بطول حوالي سنتي، ده طبعا بيبقى غويط لتحت، فبنرفعه لفوق بالفيلر. بندخل في نفس الجرح بالفيلر بنعليه من تحت، كانها مثلا ايه حاجه هبطت وعامله لي جروف وسط الحيطه اللي ملساء. ودي بنوت عندها 22 سنه، فلما جينا حقناها حقنتها حضرتك وشفت خفيت شكل الجرح بالفيلر. ممكن نعملها في الاكني سكارز، يعني لو انا عندي اكني سكارز، لو عندي اكني سكارز سايبه علامه، سايبه علامات في الوش، بقدر احقن الجروح او الاكني سكارز بحقنها فيلر اخفيها برضه. اكني اللي حفر حفر اثار حب الشباب. اثار حب الشباب. لو عامله لي حفر ومضايقاني اقدر احقن كل حفره بالفيلر. بالفيلر. دي من الحاجات الجديده. بس مهما كان الجرح، يعني في ناس مثلا بتبقى عامله حادثه فالجرح كبير. لو الجرح كبير بقى احنا عندنا يا تدخل جراحي يا ليزر.
فدي لكن لو الجرح صغير زي ما حضرتك شفت كده يقدر بسهوله زي ما يكون حفره في الجلد ومملاها. في حتت بتضايق بعض الناس في حادثه في حاجه، فدي برضو الحاجات اللي الفرق استخدمها دلوقتي جديده يعني. نذهب الى حته بقى حته فنيه قوي قوي، والحقيقه الحته ديت هي بتختلف على حسب برضو ذوق البنت وعلى حسب رؤيه الدكتور. فعايزين نشرحها بالتفصيل، وهي الفيلر في الشفايف، من الحاجات اللي بتغير شكل الوش خالص. بالظبط. البنت اللي عندها شفايف رقيقه بنت مش انثويه مش جذابه. احكي لي وجهه نظرك في الشفايف بقى والفيلر. هي طبعا الفيلر الشفايف ده بالذات هي رؤيه الدكتور اهم من رؤيه الكلاينت. لان الكلاينت اللي جاي مش فاهم انا لو حقنت في الحته دي شكلها بعد هيبقى عامل ازاي، فلازم اشرح لها اوصل بطموحي لطموحها. يعني ابقى هي نفسها بتجيب لي على الجاليري بتاع تليفونها عايزه شفايف دي فلانه وفلانيه فنانه مثلا. مين اشهر مين اشهر ممثله بتبقى؟ يعني مثلا ايه شفايف غاده عبد الرازق ده كتير قوي عايزين نعمل زيها. على حسب رسمه شفايفها هي اصلا الطبيعيه اللي ربنا خلقها، احنا بنشتغل ناتشرال لوك ما بنشتغلش ارتفيشال هتبان. هي انجلينا جولي كانت هي ارتفيشال ولا لا؟ دي تعتبر دي ناتشرال وايديال يعني وآيديال. احنا ليها اسم في حقن الفيلر الشفايف انجلينا جولي دي ليها تطلب بالاسم دي. يعني دي موجوده في الكتاب. دي موجوده في الكتاب دي تطلب بالاسم. هي كويس. لكن لما نعمل كويسه جدا طبعا. يعني دي شفايف مثلا احنا بنحقن نفس الشيب، مجرد ان احنا نعمل كونتورنج ونقلب كانها حاطه روج من غير ما تحط روج. والهيالورونيك اسيد فيه ميزه ان هو بيدي نضاره، لان هو الهيالورونيك اسيد الاسيد نفسه بيخلي في نوع من انواع الكولاجين والفاسكولاريتي بتزيد في اللبس. النوعيه الدمويه تزيد في بتزيد في المنطقه اللي اتحقن فيها. فيبقى ده الشيب الطبيعي. لكن ما ينفعش ده مثلا شفايف برضو دي كانت شفايف شفايفها اللي فوق اصغر من اللي تحت. فكانت عايزه والشفايف اللي فوق اللي هي داخله جوه. الاول مره اخد بالي من حاجه غريبه جدا، انه الشفايف بتدي نوع من بتعبر عن ايه؟ عن عن هقول لك السن والمستوى الثقافي، مش عارف ليه. يعني انت دلوقتي قلبت يعني هنا اقرب لنجمه مشهوره في مصر جدا يعني قريبه منها جدا في تحت في بعد. ايوه بالظبط. بعد لكن قبل تحس ان انت باصص لشفايف حد بيشتغل مثلا موظف او حد فعلاً. بيشتغل يعني يعني فعلاً. مع احترامي طبعا للموظفين. لا دي حقيقه انا فاهم. الشفايف بتدي انطباع، بتدي طبعا تعمل اتراكشن للعين يعني. الشفايف بالعين هنا برضو نفس الكلام. نفس الكلام احنا بنعمل نقلبها لفوق تبقى شبه، ومن تحت حتى نحقنها بحيث تبقى شبه الاستروبر يعني زي الهارت. مش لازم نحقن زي زمان كل اللبس اللور ليب، لا ده احنا بنحقن الطرفين دول بس ونخلي خط رفيع كده من تحت بيديها شكل اتراكتيف اكتر. دي موضه احدث في الحقن دلوقتي. يعني اللي عجبني قوي في شغل الشفايف بتاعك الفاين تاتش، يعني الفروقات مليمترات برضو. مش مش مثلا مش ميجا. الحقنه كلها 1 مللي يعني. الحقنه كلها 1 مللي. هي دلوقتي دي كده الموضه. الحقنه 1 مللي بس ههدر كميه قد ايه من ال 1 مللي. لازم احقنها المنطقه الصح تديني الماكسيمم افكت والمينيمال دوز عشان توفر على العيان برضو. دي ايديال انت قلت لي. دي ايديال طبعا. ايديال ليه؟ عشان احنا مقاييس الجمال عندنا دايما الابر ليب عندنا تبقى 40% واللور ليب 60%. فحضرتك يعني شايف طبعا ان هذا الموضوع كده طبيعي من غير فيلر يعني، ففيها مقاييس الجمال وفيها الشيك بونز اللي اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بس يعني دي معموله بتهيألي الوجنتين معمولين. الوجنتين معمولين. يعني يعني في صعب ان حد يكون بالدقه في دي. ناس البونز عندهم هم كده مولودين كده عندهم على حسب التكوين يعني. يعني بس هي من ساعه ما ظهرت عندها الوجنتين دول يعني. التشيك بون دي هي 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 جميله قلبا وقالبا. هي حتى في شغلها الرعايه الانسانيه والى اخره. حد اجتماعيا. طبعا رائعه بصراحه. ده الفيلر في الوجه. عايز اروح لحته بقى في يعني برضو انا عايز اشوف فقدان الوزن بالذات. ليه؟ لانه فقدان الوزن من الحاجات اللي بتخوف الناس انهم يفقدوا الوزن. فانا عايزهم يخسوا عشان صحتهم. وهم خايفين يخسوا عشان وشهم بيتاثر قوي. في ناس بتاثروا بزياده فعلا يعني جدا. بتعمل لهم ايه بقى؟ طبعا انتشر موضوع عمليات التخسيس ده، فهو احنا عايزين ناس تخس طبعا. دي حاجه هيلثي يعني حاجه كويسه يعني.
بس انت عارف حضرتك يا دكتور عيد، العمليات دي بتنزل ويتس كتير قوي، يعني كذا بنسى ينزل 70 كيلو في العمليه و60 كيلو، فبتلاقي الوش اول حاجه الفاتسز فيه بتنزل بسرعه. فلما بتنزل بسرعه يا اما عندي حل من الاثنين، يحقن دهون يحقن فيلر، بحيث ان انا اعوض كميه الفقدان من الفاتسز بتاعه الفيس. انا افضل طبعا الفيلر، لان الدهون ما بتديش، بتدي فوليوم وبتبقى لسه بعد العمليه بتفضل شويه بروزنج وشويه زرقان وحاجات زي كده، فبنحتاج ان احنا نديها شويه فيلر ان شاء الله على سيشنز، حتى مش لازم كل مره واحده، نعوض فيها فقدان الوزن ده، لان الانسان بيخس من فوق لتحت مينلي، يعني بتلاقيه بيخس من زي الهرم، والستات بالذات اكتر كمان، فبتلاقي الخساسان واضح على وشهم جدا. يعني البرياتريك سيرجي ده نزل 70 كيلو تقريبا، وراجل مش كبير في السن على فكره بالمناسبه، ده في الاربعين ونزل وشه كتير جدا، وحس يعني كانت شكوته ان هو لما خس فرح بجسمه بس حس انه عجز. فانا قلت له دي مش مشكله، يعني نقدر نعملها لك دلوقتي في نص ساعه بالكتير، هنعوض لك كل القصه دي. ان احنا نحقن راجل كمان دي جديده علينا في مصر. لا وكويس قوي ان هو يعني، لا وسبحان الله برضو ما اتحقنش الا بالحاجه المظبوطه. مظبوطه ما عملناهوش وش ودور ولا أيوة. بتاع، لا هو خد حته المفروض ياخدها اللي على قده. الراجل بالذات في حقنه يعني ليه تكنيك معين تاني خالص، يعني غير ولا هيقلب حاجه. ايوه بالظبط كده، لازم نرجع له شكله الطبيعي. يعني انا بقول له هات صورتك مثلا، الصوره بتاعتك اللي عاجبك وشك فيها، بقرب له المسافه بينه وبينه ووصله للموضوع ده. فدي برضو من الحاجات المهمه في الفيلر برضو. الايدين بقى، انا من الناس يعني الايدين بيفرقوا جدا في نظرتي لاي فيميل كتير يعني. كده دكتور بنات البنت بالنسبه لي ايدين في الاخر اهم حاجه، لو ايديها حلوه هيبقى الامور فيها خطوه نتكلم، لو ايديها مش حلوه اساسا ما ببداش حوار، مش هنتكلم بالظبط كده. يعني في ايدين بالنسبه لي هي طبعًا. رمز الانوثه. ايوه بالظبط، من رموز الانوثه الاساسيه طبعا. الايد الايد الست لازم تبقى بيقولوا عليها ملفوفه يعني. فطبعا بعض البنات بتبقى متكامله جسمها كويس وشكلها كويس، بس ايديها مثلا حاسه انها نحيفه، فنقدر نعوضها بالفيلر، والفيلر هايلورونيك اسيد برضه، مش بنحقن يعني مواد دائمه زي بتاعت زمان والحاجات دي. فدي برضه من علامات الجمال للايدين. ده في ناس بنحقن كمان اللي هو الانكل جوينت، اللي هو عرقوب الرجل بيسموه بالبلدي كده العرقوب. يعني في ناس بتيجي تقول لي دي مشكلتي مع جوزي يا دكتور، يعني لازم احلها، برضه بنحقنها هايلورونيك اسيد في المنطقه بتاعت العرقوب دي، بحيث ان احنا نلف الانكل جوينت من وراه يدي شيب كويس يعني. فدي من حاجات الفيلر برضو اللي نستخدمها يعني. وكاف ماسلز، كاف ماسلز سمانه، سمانه الرجل كمان طبعا. كاف ماسلز دي ممكن تلاقي واحده رجليها نازله صبه واحده كده، فاحنا عايزين نعمل شيب للعضله اللي ورا دي، فبنحقنها برضو فيلر. كل دي من حاجات الاستخدام. وفي بنات بتبقى الرجل سمانه، مفيش سمانه رجل خالص. وفي سمانه رجوله يعني. أيوة. تلاقي بتباصص تلاقي البنت سمانتها شبه رجلين راجل. رجلين لاعب كوره. ايوه بالظبط. يعني فدي بنتعامل معاها، بتتعامل معاها على طول. لان دي بتبقى مشكله نفسيه بالنسبه لها، تقول انا بلبس بنطلونات بس ما اقدرش البس. كعب العالي هو اللي بيعمل الحكايه دي جات. ايوه بالظبط كده، كعب العالي بيعمل على بطال، بيبوظ الظهر والعظم والكف. بالظبط كده. هروح بقى للبوتوكس بقى، احنا كده الفيلر يعني ادينا له حقه وطلع عالم كبير قوي. البوتوكس بقى في، نبدا الاول من فوق برضه في الجبهه. تمام. اللي هو اشهر حته طلع فيها بالظبط، اللي هو الخطوط اللي في الفورهيد لما بترفع حواجبك كده. طبعا دي كنا زمان بنحقن جوه العضله، دلوقتي في المؤتمرات الجديده اقول لك لازم تحقن فوق العضله. ليه؟ احنا بنحب يا دكتور ايمن دايما الواحد راجل او ست يبقى شكله طبيعي. احنا مش بنغير يعني شكل، مش بنغير خلق ربنا. انا برجعك 10 سنين لشكلك مش لشكل واحد تاني. فاحنا بنلعب على المنطقه اللي هي بتاعت الفورهيد دي، التكشيره 111، كل الحاجات دي هي اهم حاجه مهاره الطبيب في البوتوكس ونوع التوكسين نفسه اللي هنحقنه. لان البوتوكس انواع دلوقتي كتيره نزلت، فاحنا بنلحن انواع. كلمه بوتوكس هي الكلمه التجاريه. التجاريه، لكن هو توكسن يعني. لكن هو بتولين يعني توكسن. ايوه بالظبط كده. هو الناس بتقول لك بيشل العضله، والكلمه دي انا ما بحبهاش يعني، كلمه يشل العضله دي بتخوف. تخيل ادخل لواحد اقول له انا هديك حقنه تشل لك العضله، لا هو مش بيشل العضله. هو بيمنع، بس هو بيعمل بلوك للريسبتور بتاعت الاستاتيك كولين
انها ما تعملش كونتراكشن اللي هو يعني هو بيشتغل على مستقبلات ماده الاستايكولين اللي بتزود انقباض العضلات. بالظبط. فيبقى الانقباض اقل بيجي الاوردر ليه ما يقدرش الانقباض اقل اضعف. بالظبط كده. فما يحصلش التجاعيد. ما يحصلش التجاعيد ونبدا فيه من سن صغير عكس ما الناس فاهمه ان انا لا ده انا لسه يا دكتور صغيره. يعني تيجي تقول لك لا ده انا لسه صغيره. طب ما التجاعيد دي لو سبتيها هتبقى ديب لاينز حتى البوتوكس مش هيشيلها. هتبقى خطوط عميقه. عميقه لان البوتوكس اشتغل على الخطوط المتحركه. دايناميك لاينز بس لان ستاتيك لاينز وصلت انها بقت ديب بقت عميقه خلاص. ولا البوتوكس يعمل لها حاجه. ولا حاجه خالص. فبدأي بدري بدري يبقى احسن لك. والبنات اللي عندها الخطوط اللي بالعرض في الجبهه دي شكلها مش حلو خالص. تدي خالص. عمر. بتدي عمر. يعني مش بس لا وبتدي رجوله. وبتدي رجوله بالظبط. البنت بتحس ان انت قاعد بتتكلم مع مثلا ايه يعني واحد صاحب عصام. بتتكلم مع عصام. بالظبط كده. ازيك يا عصام. ايوه فعلا. والله البنت مش المفروض يبقى عندها خطوط كتيره كده. خصوصا في الجو ده. الجو ده لو بشره بيضه كمان بتبقى اللاينز بقى كتير قوي الخطوط. بص دي خطوط. دي خطوط في دي اللي في الفور هيد في القوره يعني دي. بتختفي بعد اسبوع على طول من حقن البوتوكس. دي بوتوكس دي. دي بوتوكس. ما وصلتش للفيلر دي يعني الحمد لله. لا لحقناها دي عشان لسه كانت يعني ايه ما وصلتش يعني هو احنا شدينا بنسبه 80%. يعني شديده بنسبه 80%. ما احتاجناش لسه ان احنا نقول ان البوتوكس ما يشدش الخطوط العميقه يعني. طب بين الحاجبين في خطوط برضو ساعات البلبل ليه؟ وده المفروض يا دكتور ايمن دلوقتي. دي لازم لازم اسيب شويه تعبير للوش ما بقاش ماسك فيس. فيعني حضرتك لو تاخد بالك ان الموضوع لو انا مثلا عامل لواحده عامل لها ماسك فيس لا انت عارف هي بتضحك ولا انت عارف هي بتكشر ولا انت يعني دي مش حلوه. يعني لازم الست يبقى فيه شويه some sort of elasticity للوش ما يبقاش يعني وش جبس. فاحنا بنحقن بطريقه ناتشرال طبيعي الغي التجاعيد اللي بتدي عمر. دي حساب ده حساب معادله بالظبط كده. انا بحقن دوز معينه في عضله معينه عشان اشيل الخط ده. هي دي فكره البوتوكس. يعني لازم الدكتور الشاطر ان هو بيحدد مناطق الحقن والدوز كم شرطه بتاخده ونوع التوكسين البوتولينيوم توكسين نوعه ايه. يعني في شركات كتير بتيجي في كل الحاجات دي بتاثر على بتدي نضاره على فكره يا دكتور ايمن البوتوكس يعني لما بتشد بتيجي تقول لك انا حسيت نفسي لمعت يا دكتور. هو يعني بيدي لمعه حلوه. بيدي لمعه حلوه جدا يعني جداً. تحس انها قورتها بتنور. فدي من الحاجات المفيده جدا جدا. طب انا هذهب الى حوالين العين. ايه رايك في تجاعيد حوالين العين دي؟ تجاعيد تعبر عن السن جدا بقى دي سنيه اكتر. وطبعا في اوروبا هم بيعتبروها تعبير عن الحياه السعيده يعني كلما كان هناك تجاعيد حول العين فانا بضحك اكتر. وده بيخلي الواحد يقلل من الضحك يخاف يضحك كتير. بس المفروض نضحك كتير. المفروض نضحك كتير. لان الحاله النفسيه بتاثر على البشره جدا. والعضلات بتاعت الوش وعضلات الوش بتحسن. حول العين التجاعيد دي حول العين اللي هي بنسميهم رجل الغراب كروفيتس لاينز دي. طبعا دي سيده كبيره شويه في السن يعني. حقناها طبعا دي كنا عايزين نرفع شويه الجفن لان مع الخطوط دي بتلاقي الجفن ابتدى من العين من الطرف لاترالي كده بتلاقيه ابتدى ينزل دروبد شويه. فلما تيجي تضحك بيبقى المنظر مدي ايدجنج جامد. ده بعد اسبوع من حقن البوتوكس جنب العين اختفت الخطوط كلها. فهي الفكره انا بحقن بس حوالين المنطقه دي وارفع شويه الجفت من هنا منها يدي وسع وشيب حلو للعين. بدل ما اعمل لسه ادخل في مرحله جراحه او شد جفون او نشدها بخيوط. يعني هي كل حاله فيها انديفيديوال فاريشنز يعني دي تحتاج كذا دي تحتاج كذا. حلو قوي دي من الحاجات الجميله جدا جدا. طيب في حته بقى عايز اسالك فيها الحقيقه دي مشتركه بينكم وبين الاسنان. تمام. في ناس تضحك تبص تلاقي اللثه باينه. الجم سمايل. اللي هي الابتسامه اللثويه. ايوه. الحكايه دي في الجيل الجديد كتيره. صح. كتيره قوي. صحيح. وما كانتش موجوده في الجيل بتاعنا فين وفين عبال ما كنا بنشوفها. لكن الجيل الجديد بقت كتير. بقت اكتر كتير. بالظبط. الاسنان بيتعاملوا معاها بطريقه وانتوا بتتعاملوا معاها بطريقه. احكي لي بقى. احنا بنتعامل معاها بطريقه عن طريق ان انا بعمل ريلاكسيشن للعضله دي بحيث لما تيجي تضحك الاور الليب ما تطلعش تبين لك الجم. فتضحك مهما تضحك هتلاقي شفايفها على الليفل نفس ليفل الاسنان. لما تضحك الشفايف ما تطلعش لفوق ما تبينليش الجم. يبقى انا كده اللثه اختفت بقى ادى شكلي جمالي. وفي نفس الوقت يا دكتور ايمن بتلاحظ ان انا بحقن بوتوكس هنا في النيزوليبيال لاينز قلت في الضحكه. لو قارنا قبل وبعد
يعني الشفه بس دارت الجم، وفي نفس الوقت النازو ليبيا اللاينز نفسهم اللي هي الخطوط اللي جنب المناخير. ايوه من هنا قالوا مع البوتوكس دي من الانديكيشنز برضو حلوه للبوتوكس. يعني واحد عندها خطوط كتيره مش هينفع احقنها فيلر، ممكن احقنها هنا بوتوكس بحيث لما تيجي تضحك الخدود بتبقى ثابته، بخفي النيزو ليبيال لاينز. ايوه فدي من الحاجات برضو اللطيفه لل فكره ذكيه للبوتوكس. احقنها في الماسيترز ماسلز في العضلات بتاعت المندبل كمان، وفي الرقبه يعني في النفرتيتي نيك والحاجات دي كلها نشد بيها البلاتيزما الباند والحاجات البلاتيزما اهي اهي دي طبعا بتدي عمر جامد جدا البلاتيزما دي اللي هي العضلتين اللي على الجنب دول يا جماعه اللي هم بيعملوا في الرقبه حاجه زي الديك الرومي بالظبط. وغير كده كمان فيها في نقطه دكتور ايمن، العضلتين دول شادين خد لتحت لو تاخد بالك واخدين الجناب بتوع الخد. فانا لما هحقنهم مش بس هداري تجاعيد الرقبه، لا ده انا هرفع الخد لفوق لان العضله اللي واخداه لتحت مع الجرافيتي صحباه، فدي هتضعف يرجع تاني الخد لفوق شويه. فدي من مميزات برضو بيسموها نيفرتيتي نيك انجكشن يعني بتاعت البوتوكس اللي هي الرقبه بتاعت نيفرتيتي. لان دي ايديال يعني المندبل اللاين جو لاينز والانجل وكل الحاجات دي. الحاجه المهمه قوي برضو في اولاد كتير في الزمن في الوقت العصر الحالي ليه بيمسك القلم هو عرقان عنده عرق كتير قوي ما يعرفش يمسك قلم. يقول لك الولاد دول ما بيقدروش يدخلوا امتحانات، ممكن يسقط بسبب الحكايه دي على فكره. ده في انا شفت حالات الورقه الاجابه بتتبل كلها خلاص كلها اللي هو بيزيد كمان مع التوتر بالظبط. وفي الايد بس او رجل بالزبط. بس دول بيعرقوا في الايد وفي الرجل بس. مفيش يعني العرق الجامد قوي ده صعب انه يتوجد مع الغده الدرقيه النشطه، الغده الدرقيه النشطه الجسم كله بيعرق ومش بالطريقه دي. مش بالاوفر ده بالظبط. ايه الحل؟ ليه الهايبر هيدروزيس في الايدين دي ليها كذا طريقه طبعا للحل. لو انا بتكلم على مجال تخصصي فانا الحل اللي عندي هو البوتوكس. ان انا برضو نفس التكنيك ان احنا نحقن البوتولينيان توكسين البوتوكس البوتوكس ده هنحقنه في كف الايد هيختفي العرق ده لمده 8 شهور، وكل 8 شهور او كل سنه يعملها هيختفي العرق بنسبه 100% سواء بقى في الايد في الرجل اندر ارمز يعني اللي هو في الابطين. يعني دي مشكله تانية دي على فكره دكتور، تيجي تقول لك انا مكسوفه من شكل اللبس بتاعي في الصيف ومحرجه قبل الناس وفي الوان معينه ما بلبسهاش وقصه كبيره دي. في بنات عندها مشكله ضخمه جدا. فبالنسبه لنا دي بتحقن في الابسيل بالظبط كده بنحقنها برضو سب ديرمال يعني، وتقعد 8 شهور ما فيش عرق خالص يعني نسبه طبيعيه يعني اللي هي 80% مثلا هيروح العرق. العرق لو ما بيروح هل له سايد افكت اثار جانبيه؟ ما في ناس بتسالني السؤال ده ان هو معتقد ان العرق هو من جسمه من المنطقه دي بس. احنا بنحقن منطقه الاندر ارمز دي يا دوبك 5 سم في 5 سم مش كميه كبيره. انا عندي سويت جلانس في كل جسمي مش في المنطقه دي بس. فالجسم هيعوضها يعني مش هادي الضرر بالعكس. بالعكس يا دكتور ايمن في ناس بتعاني من سمار تحت الباط يقول لك عندي سوداد ومحرجه اروح البحر مش عارف ايه شكله عامل لي عقده نفسيه. العرق الكتير مع الاملاح مع احتكاكها لو هي اوفر ويت شويه بتلاقي زود السمار تحت الباط. فده برضو هيحل لها مشكله يعني مع الانواع التفتيحات بقى الثانيه والقصص دي. لماذا يعني البلازما قفزت هذه القفزه الرائعه واصبحت يعني البلازما قفزه كبيره واصبحت يعني زي ما بقول مفرحه ليكم قوي دي يعني انتوا بقيتوا فخورين بالبلازما مع انها دكتور مش جديده يعني قوي يعني لا بس بقى احنا بقى لنا سنه ولا سنتين بس حاسين بتاثيرها. هي تاثيرها زاد دلوقتي طبعا بس يعني مثلا انا اشتغلت البلازما البي ار بي بالذات اشتغلته 2010 كانت بالنسبه لي دي مشكله. لما كانت تيجي العيانه اقول لها نسحب دم وندخله في جهاز تقول لي لا دم لا، او ما كانش لسه فيه الاورنس ده. السوشيال ميديا والبرامج الطبيه يعني بصراحه ساعدتنا احنا جامد جدا ان احنا نوعي المريض يفهم. يعني الموضوع دلوقتي بقى طفره بقت اللي هي النيو ايرا بيسموها. بالاحدث بقى دكتور ايمن دلوقتي جهاز البلازما احنا بنطلع كنا البي ار بي بليتلت ريتش بلازما الصفائح الدمويه الغنيه في البلازما. احنا ممكن ناخد كمان البي بي بي اللي هي بليتلت بور بلازما ونستغلها في حاجه تانية نحطها في جهاز بنفس يعني نسحبها في سنجات ونحطها في جهاز. الجهاز ده بتكنيك معين هيتنج وكولينج معين بيحولها لجل صوره جل صوره جل فبينها فيها وارجع احقنه تاني بقى في اي مكان في الوش في الديكولتي لاينز في الرقبه في تحت العين في الهالات السوداء
في اي كانه فيلر. كانه فيلر منها فيها. فده احدث حاجه دلوقتي البي ار بي، كنا خلاص احنا بقالنا سنتين شغالين بيها زي ما حضرتك بتقول. بي ار بي اللي هو الصفائح الدمويه الغنيه بالبلازما، البلازما الغنيه بالصفائح دي تحت العين الهالات السوداء. انتوا كمان دلوقتي بتاخدوا الحاجات ده، البخل جبار في منها فيها. ده ما بخل منها فيها. دكاتره الجلديه معروفين ان هم بياخدوا الدهون برضو يعني بيحقنوها منها فيها. فاحنا منها فيها وتستفيد منها، تستفيد من اللي هي سحبته على مستويين، كفيلنج وكنضاره. لان انا هاخد البي ار بي احقنه ريجوفينيشن، وهاخد البي بي بي احوله البلازما جيل. يبقى انا كده عملت فيلر وريجوفينيشن. ممكن تضيف لهم الخيوط يعني الاثنين، الشركه ما بين الخيوط والبلازما. انا كل حاله بالظبط انا بعمل كل حاله يعني على حسب انا رؤيتي كطبيب. دي محتاجه خيوط بس، دي محتاجه خيوط معاها بي ار بي، دي محتاجه مثلا خيوط ومعاها فيلر. فاهم يا دكتور ايمن؟ يعني مش كل حلقه يعني مش زي بعض، مش استامبه يعني انا مش هدخل استامبه يعني. الخيوط برضو من الحاجات اللي قفزت جامد. يعني خصوصا من بدايه 2011 12 كده، بقت كل دلوقتي الورك شوبس وكل المؤتمرات تتكلم على سيلز، حتى مؤتمرات الجراحه يعني. فدلوقتي احنا بنستخدم الخيوط. انا بفضل يعني الخيوط اللي هي ممكن ارفع بيها جفن، بدل ما اعمل عمليات شد جفون ارفع بيها جفن، برفع فيها الخد. لو عندي نزول ايه بدخل بس الانتري طبعا زي حضرتك شايف كده، بدخل من الهير لاين. الانتري دي من الهير لاين، وبدخل الكانيولا اللي فيها الخيط عكس المنطقه اللي انا عايز اشدها. يعني انا عندي نازل هنا، يبقى بدخل من فوق لتحت. نازل هنا بحقن من الانتري بتاعتي هنا لهنا. يعني دي مثلا ده فيس ليفت بدون ده ثريدز بس حلو. دي خيوط قوي. يعني انا عملت عمليه فيس ليفت بالخيوط، عملنا لها شدينا الفيس لفوق، سحبنا الماريونيت لاين مع النيزوليبيا لاينز. شايفين الخطين اللي جنب الشفايف راحوا اختفوا، والجانبين النيزوليبيا جنب المناخير برضو قالوا كتير او اختفوا. كمان الخط الجو لاين. الخط طبعا بتاع التحسن كتير طبعا. ده جو لاين يعني ده من اكتر خط الفك. ايوه اهو بنعمل انجل بقى. ما احنا مع العمر الفك نفسه بيدخل لجوه والخد بينزل لتحت، فبيبقى في تعرجات من البروفيل. ما في دايمنشن هي مش شايفاه المريضه. بس تشوفه في المرايه زي ده. يعني بتلاقي ايه في تعرجات في لا احنا سحبناه انجل لغايه وساعات يبقى ممسوح، مفيش زاويه. لا احنا بنعمل انجل اهي. عملنا كده كاننا حشينا المندبل. يعني وبرضه من اتبعت يعني ده برضه 2 مللي 3 مللي دي مثلا حاله بس بيفرق. شايف دي يا دكتور حاله صعبه جدا لانها اوفر ويت سن كمان، وسنه اوفر ويت. فعندها خد عمل فولد. الفولد دي عشان اشدها بالخيط دي عايزه مهاره طبيب. ده والرقبه كمان طبعا بتستفيد جدا. دي حلوه قوي. بالمناسبه دي مش كبيره في السن. دي عندها في الثلاثينات بس برضه عمليات التخسيس. الرقبه عدت على طول شكل ايه ايدج اعلى على طول. بنعملها بالسريلز، بنعمل زي نتورك. بنعمل شبكه من الخيوط وشبكه من الخيوط بالطول بطريقه معينه، بنلاقي دي اترفعت على طول، دبل تشين بتترفع. نورتنا يا دكتور احمد، الحقيقه حوار ممتع ومثير، وننتظر منك الكثير ان شاء الله. ده شرف ليا يا دكتور. كل شكر وتقدير ضيف العزيز الاستاذ دكتور احمد فؤاد مازن، استشاري تجميل الجلديه والليزر، طبعا عضو الجمعيه الامريكيه لطب التجميل. الاسم متميز والاداء متميز، واعتقد ان احنا هنستفيد في الفتره اللي جايه في الجلديه الكثير والكثير. خليكم دايما مع الدكتور. الامل في الطب، كلمة هوب دي كلمة مهمة جدا، وفي الفروع الطب المختلفة عندما نقول أن الحالة هوبليس كيس هذا أمر في منتهى القسوة. والكلمة فقد الأمل على أذن، أو هذه الحالة مفقود فيها الأمل على أذن المريض، شيء في منتهى يعني أقول لكم لحظة بنقول عليها لحظة دراماتيكية في منتهى الحزن. عشان كده دايما الأمل هو أجمل الأشياء. في جزء في الطب لغاية دلوقتي غير مفسر، يعني حقيقة يعني إنه مثلا مريض يكون ما أنجبش لفترات طويلة، ويكون عنده كل التحاليل تشير إلى إنه هذا الأمر مستحيل وهو إلى آخره، فنتمسك بأمل ضئيل جدا نتمسك به، وكأن الأمل عامل بالظبط زي
حارة صغيرة وراها حارة أوسع أوسع، شارع كبير، نور ضخم جدا، أفق لا حدود له. الأمل طبيعته كده. عشان كده النهاردة هنتكلم وفي فارق كبير كبير جدا بين الأمل وبين الخرافات، بين الأمل وبين الخزعبلات. يعني الأمل اللي بيمشي وراه العلم ده شيء جميل جدا ومحمود، لكن بقى السراب اللي ماشي وراه الخرافة أو المخرفين أو المشعوذين ده شيء مذموم ومكروه. هذا الأمر هنبينه بشكل تفصيلي النهاردة، بس اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف غالي علي جدا، وطبعا أيقونة الدكتور وقيمة علمية مميزة جدا في مصر والوطن العربي. أشرف دائما وأنا مكسب بالنسبة لي أن أنا شرفت بهذه اللقاءات الطويلة، وأشرف باستمرارية هذه اللقاءات على مدار هذه الأيام الجميلة في الدكتور، وأتمنى أنها تستمر إلى ما لا نهاية حتى استزيد من هذا العلم الغزير القيمة العلمية القديرة المتمكنة في مجال النساء والتوليد وعلم أطفال الأنابيب وعلم جراحات المناظير. اسمحوا لي نرحب بضيفي القدير الرائع الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير، المؤسس لمستشفى الأمم، عضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة، والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجر في الشرق الأوسط، وأحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي. أهلا بك دكتور أيمن، أهلا بحضرتك، منورنا كالعادة، ونسعد جدا بلقائك هذا والله. اللقاء الممتع الذي ننتظره، وبيشع نور وبيشع علم وبيشع ثقافة وبيشع حاجات كثيرة جدا، لكن الأمل هو حوارنا اليوم. طبعا طبعا، أصعب كلمة يسمعها مريض إن معلش ما فيش أمل. زي ما قدمت مقدمتك دي، وده حقيقة كانت ببساطة. بنقول الكلمة دي أحيانا تتقال، وتتقال إزاي وتتقال لمين؟ طيب أحيانا الطبيب بيصل بعلمه، اتفقنا واتفر كان علمه فهو علم محدود، بيصل أحيانا إلى إن الباب أغلق ما قدرش يحل المشكلة. من وجهة نظره هنا إن هو المريضة دي ملهاش أمل في الشفاء، ولكن المريضة دي لما تروح لطبيب آخر، أو حتى أحيانا لما ترتكن في البيت بقى، أو تروح تعمل عمرة، أو زهدت، أو تجد انفراجة في حياتها، سواء إذا كان بتدور على إنجاب فربنا يكرمها تخلف، سواء كان مشلولة ممكن تقوم على رجليها تاني أو يقوم على رجله تاني، كانت تبقى حادثة وفي غيبوبة ممكن طويلة، وتلاقي ان بعد 6 شهور او سنة فاقت المريضة من الغيبوبة برغم كل الدكاترة قالوا ان اكيد مفيش امل انها تفوق تاني، واكيد لو قامت هتبقى هانديكابد وهتبقى مش هتقدر حتى تخدم نفسها، وتفاجأ ان المريضة، وده في حياتنا العلمية وانا شفتها بعيني وحاجتك اكيد، ودكاترة اطباء كسرين في مجال الرعاية المركزة وفي مجال الإنجاب وفي مجال الإمرجنسي الحوادث و وتفاجأ أن بيحصل انفراجة أخرى. زي ما كنا بنتكلم بنقول تحت مسمى تأخر الإنجاب أسبابه 1-2-3 إلى ما لا نهاية، ونيجي نقول أن في حاجة اسمها unexplained infertility، يعني تأخر إنجاب غير مفسر أو غير مبرر، يعني تأخر الإنجاب. طب لما بيحدث الحمل صدفة بعد تأخر عشرات السنين، وبعد ما كل العلم قال إنها ما فيش فرصة إن المريضة دي تحمل أو الزوج ده إنه يخلف، ويحصل انفراجة، مش لأول مرة ممكن أستخدم كلمة unexplained pregnancy. يعني حلوة دي، جديدة اللفظ ده، يعني unexplained pregnancy زي ما بيقولوا في مثلا عقم غير مبرر السبب، مش أحيانا بيحصل. أنت أبدعت دلوقتي جملة جديدة، أنا أول مرة أسمعها في حياتي. طبعًا. لأول مرة نقول دلوقتي مثلا إيه، حمل غير متوقع غير مبرر، غير مفسر أو غير مفسر عندي، لأنك لما بيجي حمل حصل طبيعي، لما زوجين بيتجوزوا وقلنا إن فرصة الحمل للزوجين اللي هم دون 25 سنة بتبقى من 10-20%، يعني لو 100 اتجوزوا في نفس الشهر نسبة الحمل في منهم 10-20 يحصل لهم حملة في الشهر الأولاني. أيوة. طيب لكن زي ما ده احنا عارفين حصل الحمل ليه، احنا عارفين كده إحصائيا نسبة الحمل هتبقى موجودة بالمتابعة للناس دول كده. طب واللي اتأخروا؟ أحيانا لما بتدور بتلاقي في سبب مقنع ليك ولمريضك إن في مشكلة ما
من اول المهبل لعنق الرحم للرحم للانابيب للمبيضين للحوض لكميه الجسم لجهاز المناعه، واحيانا نضل الطريق تماما ونقول ان حمل تاخر حمل غير مفسر، ونبدا نشوف تاخر حمل غير مفسر ده هل هنعمل منظار ولا هنعمل نخش في قصه الحقن المجهري، ولما يحدث الحمل بنقول حصل الحمل عشان كده 1 2 3 4، ولما لم يحدث الحمل كثيرا احنا لا نتوقف عندما يحدث الحمل مبروك وفرح، لكن كثيرا اكثر يعني نقف عند لما بيحصل عدم الحمل ونقف نقول ايه فين بقى المشكله وفين السبب وفين الحلول، وتبدا تطلع بقى في الدهاليز التحاليل المختلفه اللي مش متعارف عليها، اللي ممكن تدخل جروب تخش في سايكل معينه من العلاج او من التحليلات المعينه او المعقده، واللي احيانا كلها تبقى الغاز متلاحقه واحيانا كلها تبقى مرتبطه بجهاز مناعه او جهاز او كيميائيات او الاندوكراين او الجهاز الغدد الصماء عامه، واحيانا يبقى بفلسفه معينه نيجي نقول على بطانه الرحم المهاجره اللغز المحير اللي احيانا هذا المرض يربط كل ده مع بعضه وممكن يتاخر في تشخيصه ويكون هو السبب في الاول وفي الاخر لكثير من الحالات في تاخر حمل وتاخر انجاب. الامل لما بتيجي تسمع مريضه تيجي تقول لك لو سمحت وهي داخله يا ريت يا دكتور ما تقوليش ان ما عنديش فرصه للحمل، او انا خرجت من الدكتور لما دخلت وقال لي ايه خدي كشفك واطلعي بامانه ما تضيعيش وقت وبلاش تضيعي فلوس وبلاش تضيعي عمرك، يعني خلاص سيبيها لربنا او ان الزوج يتزوج واحده اخرى. وده ممكن يمشي طبيعي، لكن في حالات اخرى تلاقي المريضه دي حملت او الزوج ده خلف او لو اتجوز واحده تانية خلف رغم انه ما عندوش مشاكل، او ممكن حد يجي يقول لزوجين انت كويسه وهو كويس بس لو انت اتجوزت واحد تاني تخلفي ولا هو اتجوز واحد تاني، دي جمل كتير والجمل بتتقال ويتهدم البيت. طب احنا مش عاوزين نكون نفرط في الامل فقط، تعالى انا وانت نسمع حكايه تبعث فينا احنا كمان الامل في تعاملنا مع الاخر. فنشوف القصه كانت عامله ازاي لناس اتاخرت في الحمل مده قد ايه، نسمعها من بطلها الحقيقي، وبعد ما نسمعها نقول ان دايما الامل موجود. هنشوف دلوقتي شكل مهم جدا من اشكال الامل ومداخله او مش مداخله، قصه انسانيه مهمه قوي. الحمد لله والشكر لله، ده اول حاجه. وطبعا كان املنا في الله طبعا كبير يعني طبعا. فطبعا سيادتك يعني احنا جينا عندك والحمد لله رب العالمين اكرمنا. الحمد لله. الحمد لله. ثلاث بنات ووالد. الحمد لله. سميت محمد حسان. الحمد لله. سميت هاجر. هاجر. حسن ثابت. أيوة. وسميت قمر حسن ثابت. قمر. 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 وأسماء حسن ثابت. أسماء حسن ثابت. والحمد لله الواحد يحمد ربنا ويشكر فضله على ما أعطانا ورضانا طبعا. الواحد بعد 27 سنة الحمد لله. 27 سنة. فعلى الله التوفيق الحمد لله، وطبعا رحنا عند الدكتور سيد الأخلاص مستشفى الأمم يعني جمع معنا بالوجه الحمد لله، وده رضا ربنا أول حاجة الحمد لله. والحمد لله. قول لي بجد بعد 27 سنة من الانتظار وبيت يعني وأركانه كلها بتتهز بصرخة أربع أطفال، كان عندك إحساس إزاي؟ تمام. إحساس والله إني أنا كنت مبكي. يعني كانت الفرحة بالساعان. أيوة. يعني الفرحة بالساعان. وبرضه يعني أقدم الشكر والتقدير لسيادتك ولأخوي الأستاذ شعبان، بتطلب من ربنا عز وجل إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب يعدوا لي الشفاء. إن شاء الله. ربنا محمد يا رب. إن شاء الله. فطبعا الواحد حاسس بحاجات. أنا حاسس بيك، أنا حاسس بدموع مربوطة جواك يعني. فيعني الحمد لله يا ولد. الحمد لله وشكرا. انت منين اصلا يا حسين؟ انا من عصفور، ابنوب مركز ابنوب. نعم. عصفور مركز ابنوب، كوم المنصوره. قريه المركز. قريه كوم المنصوره. والام دلوقتي الاساس ايه؟ يا دكتور. والله الام يعني
بصراحة ربنا سجلت لله شكر والله. أنا أول ما طلع الدكتور من العيادة أنا طرد في مصر هنا طبعاً أنا من نشهد عند سيادتك هنا. أنا عارف كان صعب إنك تكون مصر صعب عشان أجي من الصوت هنا. فوالله برضه يعني الواحد ربنا سبحانه وتعالى لما ماشي تحت ربنا الحمد لله ونشكر فضله برضه وداني عند واحد زي سيادتك محترم الله يخليك. فمشينا معاه فطبعاً قال لي أنا ما أقدرش أقوم بالمهمة دي إحنا طبعاً أوديك البصر. في الخاصة الحمد لله انه ما غماش مخاطر بولادة اربعة كان ممكن يخش في مأساة. الحمد لله كان لازم المفروض مكان مستعد المفروض متجهز كويس جدا الحضانة موجودة دايما بنقول ان ربنا موجود فدايما الامل موجود الامل في الشفاء والامل في كل حد بيدور على ضالته يلاقيها 27 سنة وما فقدتش املك لحظه. الناس لما يقول لك ده متجوز بقى له 10 سنين ولا 11 ولا 15 ولا 18 يقول لك ياه 27 سنه في انتظار وما فقدش امله في ربنا وقدام ربنا زي ما ربنا بيقول في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان عطاء ربك محدودا. لا بوقت ولا بزمان ولا بعدد ولا بكيفيه. وفق رؤيته ومشيئته وقتما شاء. الحمد لله رب العالمين. وألف مبروك مرة ثانية وثالثة ورابعة. دي قصة حقيقية أنا عايز أسمع منك. إحنا فهمنا القصة 27 سنة ما خلفش. 27 سنة متجوز. متجوز مرتين. الأولى قعدت معاه 27 سنة واتجوز الثانية أكتر من 12 سنة ما يخلفش من الأولانية. طبعًا أشارت عليه بقيت الفيلم بقيت الفيديو كان عاوز يتكلم ويشكر مراته الأولانية اللي صبرت كل المدة دي ولما لقت إن مفيش فرصة وهو طبعًا اللي هي الأولانية وطبعًا وقال إنها قد إيه سعادتها سعادة غميرة جدًا. الثانية قعدت 12 سنة عشان تخلف يعني الأولانية بقى قعدت فترة طويلة خالص قعدت فترة قد إيه مثلًا من 27 ناقص 12 مثلًا؟ من 12 يعني 27 سنة الثانية هو بقى مع الاولانيه 27 سنه والثانيه بقى 12 سنه يعني برضه ما بتخلفش يعني فكان حظه كان الاولانيه ما خلفش منها والثانيه ما خلفش منها وجه طبعا ابحاث وتحاليل وعمل مناظير وعمليات ومفيش فايده فانا يعني لان المخرج اللي كان مناسب للحاله دي ان احنا نعمل حقن مجهري وعملنا حقن مجهري وزرعنا اربع اجنه ثلاث بنات وولد الحمد لله كان يعني عشان السن كان كبير فحضنا الاربع اجنه وكان املي بجد رغم ان الريسك فاكتور ان الاربع اجنه يبقوا موجودين يكملوا وممكن يحصل مشاكل بالنسبه للام او الاطفال كملت لغايه التاسع ولدت الاربع اجنه ثلاث اولاد ثلاث بنات ولد بيقول لي ان طبعا ان الام او الزوجه الاولانيه بتلعب دور الام دلوقتي مع اولادها مع الزوجه الثانيه مقسمين الاطفال يوم قد الاربع اولاد الثلاث بنات اتولدوا وطبعين الولد دخل الحضانة قعد أسبوع وخرج الحمد لله فرحة رهيبة جدا وغامرة جدا والأم الأولانية ما شاء الله متعاونة متعاونة وأم حقيقية بتلعب دور الأم حتى بيقول الولد بينام يوم هنا ويوم هنا طيب قد إيه هنا سعادة أنا كطبيب وأنا كنت بنقل الأربع أجنة انا عارف ان في يعني ريسك فاكتور موجود واكيد ممكن الجسم احيانا بيلفظ ويستقبل اجنه ويلفظ اخرين ممكن يلفظ الاربع اجنه بالكامل حتى المريضه وهي بعد ما عملنا النقل الاجنه جه قبل يعني يوم اختبار الحمل نزل عليها شويه دم كانت قلقانه جدا ان دي دوره فقلت لها نعمل اختبار حمل رفضت ما دوره رفضت تعمل اختبار حمل فانا قلت لها بصي ده بيتكرر كتير وكثير جدا بيعتقدوا ان الدم المبكر ده ان دي دوره عملت اختبار الحمل طلع موجب عملنا بعد كده السونار طلع اربع اجنه فكانت سعاده غامره. الموقف ان انا كنت اقصد قد ايه لما تتخيل بيت 27 سنه ما فيهوش دبه روح فيه كآبه وفي حزن وفي زوج يعني استسلم لقدر ربنا ما استسلمش اليأس والدليل ان هو قاعد يكمل للاخر تخيل بقى صراخ اربع اطفال مره واحده في بيت يهز اركان البيت ويحول هذا العبوس والصمت الى فرحه غامره فدايما بنقول ادي باب الامل مفتوح طالما اعتقدنا وصدقنا ان الله موجود وطالما اخذنا باسباب علم حقيقيه بمعنى ايه تاني ربنا يقول ارجع للناموس على طول الناموس الالهي في ويسالونك عن ذو القرنين قل انا مكنا له في الارض
واتيناهم كل شيء واتيناهم كل شيء سببا فأتبع سببا يعني اتبع اسباب العلم اللي ربنا قال، لان قال ربنا في بدايه كلامه المنزل على رسولنا الكريم اقرا بدايه المعرفه اقرا، وقال على علم الاجنه اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من العرق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ده اللي عاوز اقوله، هي دي حته العلم دي هو نسبي، وانت اكيد عارف ان الطب كونتروفيرسي. طبعا في النظريات كونتروفيرسال دي، على فكره احنا فهمنا الناس في برنامجنا يعني ايه كونتروفيرسال. كونتروفيرسال يعني رايين في شيء معين، الرايين محترمين، راي مبني على اسس علميه وراي اخر مبني على اسس علميه اخرى، يعني اسس علميه الاثنين والاثنين عكس بعض، والاثنين يحتملوا الصواب والخطا، ولكن عنده اعتماد اساسي على نتائج حقيقيه لشفاء او لاخراج الحل او التشخيص لحاله معينه، والاخر عنده خبراته المتراكمه اللي تؤكد ان هو كمان على حق. وعشان كده احيانا بعض المرضى يضلوا بين الرايين، لكن لما بيكون طبيب واعي قوي بيفهم المريضه ان ده راي طب محترم وده راي طب محترم، ممكن ده يجيب بنتيجه وممكن ده يجيب بنتيجه، والمريض نفسه او المريضه نفسهم بيختلف بيلعبوا دور، يعني في راي هنا يعلو كفته مع المريض ده، والراي الثاني يعلو كفته مع مريض اخر. الاخراج المناسب لكل حاله، لكل حاله التفصيل. طيب احنا هنكلم دلوقتي مدام ناديه، هي الام اللي صبرت 12 سنه وربنا رزقها باربع اطفال، طبعا شيء رائع جدا جدا، ونسمع منها قصتها طبعا على قد ما نقدر في وقتنا. يعني انا نفسي ان الحاجات دي تتعمل بافلام وثائقيه، الحاجات دي نعيش فيها افلام وثائقيه زي ما اتعمل افلام وثائقيه لاشياء اخرى اقل اهميه في حياتنا طبعاً. دي حاجه مهمه جدا وهي الامل. خلي بالكم الجزء الاول من حلقتنا النهارده احنا بندرس حاجه مهمه جدا اسمها كيف ان احنا نتشبث بالامل لغايه اخر لحظه. تعالوا نسمع مع بعض مدام نادي. اهلا بيك يا مدام نادي. معاك استاذ. ازيك يا استاذ؟ مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور. احكي لنا بقى القصه ايه عشان انا عايز اسمعها منك انت. ايوه اتفضلي. لا والله الحمد لله ربنا رزقنا الحمد لله، والبركه والشكر للدكتور سيد، والله احنا الحمد لله برضو من بعد 27 سنه الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله. هو انت متجوزه الحاج بقالك قد ايه؟ انت متجوزه بقالك قد ايه؟ انا متجوزه بقالي 12 سنه. 12 سنه هو قاعد صبر 27 سنه، هو صبر مع المدام الاولانيه 27 سنه ومعاك انت 12 ودي لها 27 سنه وانت 12. احساسهم ايه الاثنين مع بعض؟ احساسك ايه مدام ناديه دلوقتي وعلاقتك ايه؟ والله كانك ولدت من جديد. اها. والزوجه الاولانيه اللي هي في مقام الام الثانيه برضو بتلعب الدور ازاي دلوقتي؟ الزوجه الاولانيه والله ده ام ليهم برضو. ده علاقه جميله قوي، علاقه نادره بين اثنين زوجتين، يعني علاقه متميزه جدا. طب انا عايز اعرف يعني انت ساعه لما بقول لك الحمد لله والله يا دكتور ده امهم والله، وهي برضو الحمد لله نشكر ربنا برضو الحمد لله والله. في اللحظه اللي قالوا لك فيها ان انت برضو ليك يا دكتور سيد والله العظيم. الله يخليك، احنا فرحانين، ده القدر ربنا كله نخلاكوا انتوا تكونوا سبب لفرحه ناس اخرين وامل ليهم. في اللحظه اللي انت يعني حد لما دكتور سيد قالوا لك في المستشفى ان انت بقيتي حامل وان انت نجحت عمليه الحقن المجهري، كان احساسك ايه؟ احساس والله كنت متمنيه من ربنا والحمد لله والله. طيب انا عاوز اقول لك حاجه، ونحمد ربنا نشكر فضله والله. وكانت شاكه في الاول انها حامل، وكانت شاكه وفضلت في الشكوك والظنون مش عاوزه تصدق ده، وده وضع. ايوه والله يا دكتور انا كنت كده والله. اشكرك شكرا جزيلا يا ست الكل، متشكرين على هذا، الف مبروك، متشكرين على جهدك معانا وان انت يعني اديتينا من وقتك. احنا عندنا القصه العلميه العجيبه اللي احنا شفناها دلوقتي دي، انا عايز اسال بقى سؤال علمي قوي. في اللحظه اللي انت قررت فيها ان انت تنقل اربع اجنه، احساسك انت بقى دكتور سيد كان عامل ازاي؟ سن 14 سنه، سن الصغير طبعا. وهو انت يعني عندنا معادلات هنقول للناس يعني بنربط ما بين السن المريضه ونتكلم على عدد الاجنه ودرجه جوده الاجنه، ونقول مثلا فوق كام سنه بننقل ايه،
ننقل ايه عشان الريسك فاكتور هنا يبقى ازاي، وممكن هنا الخطوره الرحم هنا هيستقبل قد ايه ممكن من الاجنه وممكن يلفظها، معدل انقسام الجنين هيبقى كان ماشي ازاي ووصل الى درجه ايه، فبالتالي فرصته في الاستكمال او اكتمال رحله الحمل هتبقى ايه. ده هنفرده ونفرده بالتفصيل جدا 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 غير ممل للناس عشان يوصلوا، عشان الفاكتورز دي دايما متعبه متعبه حتى لطلبه الطب يعني اللي هي الجداول بقى عشان يوصل لهم فكره ببساطه احنا بنعمل ايه، ايه قصه الحقن المجهري، على اي اساس بنقول المريضه تعمل حقن مجهري، على اي اساس المريضه دي هنديها العلاج ده، وهي ممكن متوقع يطلع منها كام بويضه، هل البويضات لما تكون اكتر احسن ولا اقل احسن، يعني ممكن تطلع بويضات كتيره بس ما فيهاش جوده، تطلع بويضات قليله بس فيها جوده، البويضات بتطلع ايه اللي بيأثر على انها تتحول الى درجه اولى من ينفع فيها الاخصاب او من عدمه، ازاي تختار حيوان منوي، الحيوان المنوي ده تبقى مختاره على اسس علميه، وبالرغم كده ممكن يعمل اخصاب او عدم اخصاب متوقف على حاجات ثانيه في البصمه الوراثيه او الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي نفسه او الدي ان ايه بتاعه البويضه نفسها، اللي بيأثر على الاثنين دول ايه، عوامل اللي موجوده في المعمل من الميديا واوساط وحضانه وبيئه وهواء وجو، وبعد كده تنقله للرحم الام، اللي بيأثر على بطانه الرحم انها تستقبل ده او عدم تستقبل ده. كل ده بيبقى علم، وكل ده وراه يعني اجتهاد وقصاده امل. يعني الامل بيجرجرك دايما للي انت مش عارفه عشان توصل ليه، وتشوف مثلا دكتور فلان او دكتور فلان او العالم فلان او العالم فلان او المعمل الفلاني او المستشفى الفلانيه عندهم نتائج احسن وافضل، بتحاول تعمل كوميونيكيشن وتعرف هم ليه احسن وليه افضل، ايه التحاليل اللي هم بيعملوها ما اتعملتش عندك، وايه الابحاث اللي وصلوا لها واكدوا ايه من عدمه، ايه اللي بيخلي هنا استقبال المبيض للهرمون الخارجي يستفز المبيض ويطلع بويضات كويسه، ونفس المبيض ده تحت تاثير ادويه ثانيه ما يجيبش نفس النتيجه، بل بالعكس ممكن يجيب نتيجه عكسيه، اللي يخلي احيانا بويضات تطلع وتطلع شكلها حلو قوي على السونار وتيجي تسحبها تلاقي كلها فاضيه، يعني ما فيهاش البويضه، يعني كيس وجراب موجود امتي وامتي خالي خالي. اللي يخلي ده يبقى موجود، وايه اللي يخليك نفس المريضه دي تغير العلاج او تدي علاج بشكل معين لمده معينه وتيجي تديها الادويه تلاقيها جابت نتيجه وطلعت بويضات ومش فاضيه. هل كان تاثير الادويه، يعني هل بعض الادويه اللي ممكن تكون متخزنه تخزين مش كويس تجيب نتيجه عكسيه، ولا هل المريضه دي تكون تحت تاثير ادويه شكل معين اخر، ولا المريضه دي ممكن بالصدفه تكون بتعاني من امراض مناعيه اخرى فبتطلع اجسام معينه ضد جسمها الحقيقي فبيأثر بشكل او باخر على البويضات وعلى مرض مناعي ذاتي. مناعي ذاتي. يعني هنتكلم برضه وهنربط بالاحداث ما بين بطانه الرحم المهاجره المستمره دايما في حديثنا المشترك والجهاز المناعه اللي ممكن ما كانش حد يقدر يربط ما بين الحاجتين ببعضهم ويعتقد ان بطانه الرحم المهاجره هي جزء معين او خاص بتاخر الحمل او بالام المراه فقط، ومش متخيل ان دي ممكن تكون خلل في جهاز المناعه على العموم وعلى المطلق وتفاصيله تقبل بشكل او باخر من اول عطسه يرحمكم الله لغايه انافلاكتيك شوك زي ما احنا قلنا. من يعني ممكن جدا تصل لمرحله الانافلاكتيك ريأكشن. طبعا طبعا اللي هو من اول على فكره الانافلاكتيك شوك يا جماعه وهرش، انت عارف الناس اللي بتيجي تقعد تهرش دي حساسيه حساسيه او ممكن يهرش دي حساسيه خلاص كده او ياكل اكل معين تيجي له حساسيه لغايه لما يحصل له ضيق تنفس يؤدي حياته او ازمه في ربو شعبي حساسيه. بس احنا اكتشفنا علميا ان هناك خلط مؤكد واشتراك مؤكد ما بين امراض الحساسيه وبطانه الرحم المهاجره. يعني الناس اللي عندهم حساسيه للصدر او هرش او اكزيما او عندهم الرجي للفنجس اللي عندهم كانديديزز وافرازات مهبليه نتيجه اللون اللي يقول لك زي الزبادي نازل منها او كده وما بتخفش، او التهابات متكرره في مجرى البول وما تخفش منها، وتكون احيانا تقول لك انا عندي حمى القش او درجه حراره مرتفعه او بول لما يجي الربيع وتفاجئ ان الست دي عرضه اكتر لبطانه الرحم المهاجره عن غيرها. كل ده وراء ايه؟ يعني الاكزيما الوراثيه
بتلعب دور في ده. يعني وده هنبقى نشرحه ازاي ممكن يؤدي الى كده، وازاي الماكروفاج والماستاتاز ممكن تخرج وتعمل ايه. آه صحيح. وايه اللي بيخلي ده الخلايا، ما هي الخلايا، خلايا الحساسيه. شفت ابتديت تربط ازاي؟ شفت ابتديت تربط ازاي؟ شفت التي سيلز لما تخرج والبي سيلز لما تخرج والمونوسايت. لا احنا كده بنعلي مستوى الحوار كده للجمهور مش هيفهم. لا الحوار ازاي ان انا في الاخر خالص يمكن في فيديو تاني نوري الموضوع هو ليه حصل امالجاميشن، ليه حصل ان الالتصاقات الشديده دي ليه هي حصلت ليه؟ لا احنا علينا، معلش عذرا، احنا علينا قوي بمستوى الحوار، دخلنا على مستوى الخلايا. الدكتور سيد بيربط بين امر اسمه الحساسيه الوراثيه، وده مرتبط بحمى القش، مرتبط بزياده في حاجه اسمها عامل الحساسيه اسمه اي جي اي، حساسيه في خلايا معينه الماكروفاج اللي هي خلايا الاكوله الضخمه دي موجوده في الامراض دي، وموجوده برضو في مرض بطانه الرحم. بطانه الرحم المهاجره وظهرت ليه في بطانه الرحم المهاجره، ده اللي هنتكلم فيه. يبقى اذا نرجع لسؤالك الاول عشان ما نتوهش. ان في فيصل وفاصل ما بين العلم والامل وما بين الجهل والخزعبلات. ايوه، لانك انت دايما مدفوع بالعلم الى افاق اكتر. وانت تحت سما ربنا عايز العون وعايز المد الالهي، ولكن وانت ماشي على خطوات علميه محسوبه وبتفسر وبتقعد تقول لمريضك هنا اخفقنا وما حصلش حمل، بس مش نهايه الكون. دي احنا اخفقنا في دوره شهريه مش في دورات العمر، اخفقنا في دوره يتبعها دورات وكل دوره تؤكد ان في امل جديد موجود. فلازم لابد هنا الكاونسلنج وشرح للمريض عشان ما يفكرش ان هي لعبه جيم مفتوح وعمل حاله عشان يجي يعمل مره تانية. واللي من بعيد يقرا ان هو ايه ده ابتزاز للناس، لانه مش فاهم الخطوات ماشيه ازاي، وان كل مره المرحله بتزود فرص الحمل اكتر. ليه اخترتي دي تعملها تلقيح صناعي وبتقولها 3-4 مرات وكل مره بتزود فرصة الحمل؟ وليه اخترت دي تعملها الحقن مجهري؟ وليه اخترت دي تعملها منظار؟ وليه قررت دي انها تدي علاج اخر خالص تزود منها زي مثلا جروث هرمون او مثلا هرمون الذكوره تديه لبعض الناس اللي عاوز تحسن بيهم الريسبونس او استجابه المبيض؟ طيب ده كله ايه؟ علم. والعلم يفتح باب الامل. لكن لما نيجي تكون ما بتناقشش او انت محدود او مريضك زهق، يصل الى ايه؟ يترك اي باب. هنا ضل المريض هيروح للمشعوذين ساعتها غصب عنه، انت اللي دفعته يعني. انت عندما احيانا زهقت على المريض بتاعك انت خليته يروح. مش احيانا في الطب كطبيب مش في الطب عندنا باب كبير قوي اسمه الياتروجينيستي. طبعا ايتروجينيك بمعنى خطا طبيعي، او المرض اللي سببه طبيب، سواء خد دواء خطا او جراحه خطا whatever. يعني احيانا اقصد الياتروجينيستي النفسيه، ان انت ممكن تدفع مريض هنا. لا انت بتقول لي ان النهارده، بص انت قلت لي النهارده حتتين انا اول مره اسمعهم في حياتي. في حاجه اسمها خطا طبيب يؤدي الى مشكله، دي اسمها اتروجينيك. دكتور سيد النهارده قال لي جمله انا عمري ما سمعتها في حياتي، قال لي ده في حاجه اسمها خطا طبيب نفسي. يعني ايه مش طبيب نفسي؟ يعني الطبيب بتعامله النفسي يعمل فيك مشكله. طبعًا. ده يعتبر خطا. والحته بتاعت ان اكسبلينت بريجنسي دي جديده. طب تعالى نشوف مع بعض القصص النهارده، يوم القصص والحكايات، والناس هتحب قوي الاسلوب ده لان هي بتنقل نفسها الناس من الاستوديو معانا، بننتقل كلنا الى غرفه المستشفى. تعالوا نروح مع بعض نشوف. ده منظار ده كان فيه هنا ما عملنا المنظار لمريضه بتشتكي من تاخر انجاب لمده 12 سنه. عملت كل حاجه. لو نوقف شويه بس بالفيديو، نقف سنه صغيره هنا، نقف سنه صغيره. ايوه. المريضة جت بتشتكي بتأخر الإنجاب، تأخر الحمل، مشت طريق طويل جدا إنها بتدور على الحمل، خدت العقاقير من تنشيط المبيض لمتابعة التبويض للجماع المنتظم عن طريق التبويض والجماع في الأيام الفلانية في الوضع الفلاني، وما تنامش وتنام على ظهرها 2-3 ساعات وما تتحركش لغاية الصبح عشان الإفرازات كده. يعني عملت كل المستحيل إنها تحمل. وبالتالي لما بدانا نشوف unexplained infertility بالتشخيص المبدئي كنت مشخص ان الست دي بطانه رحم مهاجره. بدات عملت منظار. نبص على المنظار هنا. التصاقات رهيبه. بص لا التصاقات، هتلاقي هنا جزء من التجمد الحوض مع بعضه. هتلاقي هنا بص المبيضين وادي الرحم
ملتصقين التصاق، وحاولنا بالاسهم ان احنا نعلم الاماكن فين اللي بدا ده منديل البطن. لما رجعنا منديل البطن بص التصاقات شديده ادي حوالين المبيض مغلفه المبيض بص احنا بدانا بص المبيض فين، انا اول مره اشوف التصاقات حمراء. بص بدانا نفك وبعد احنا بعد الفصل بعد الحلقه او يعني هنبقى نشرح ليه اللي حمر احيانا والالتصاقات دي ماشي فيها اوعيه دمويه وعلى اي اساس بتتكون الاوعيه الدمويه. زي ما مره فاتت قلنا ان في حاجه معينه في المونوسايت او الخلايا دي بتدفع ان تعمل تكوين اوعيه دمويه جديده للالتصاقات دي او للورم ده عشان هيعيش ازاي من غير اوعيه دمويه تغذيه. هنا احنا بنزيد بص كيس الشوكولاته كان مدفون جوه. بص ازاي، طب على اساس ايه يحصل تبويض والجسم والمبيض محتل احتلال رهيب جدا بالالتصاقات دي وبالاكياس الدمويه الموجوده اللي بتقلل من كفاءته اللي بتسمم حتى تكوينه بتسمم بويضاته فبالتالي فرصه حمل تقل. بص احنا بنرفع ازاي بشكل معين بحيث ان احنا نفك الالتصاقات لان المريضه كمان كانت بتعاني من الم شديد غير الالتصاق غير تاخر الحمل. ابتدينا نرفع قاعد المبيض التالي. بص الالتصاق وهو بيفك من تحت المبيض. بص احنا بنعمل تراكشن بشكل حاجة معين حاجة طبعا دم في الحوض هيبدا يظهر من نتيجه التكيف. بص المبيض كده اتحرر حتى تحس ان مره واحده حصل له بص مره واحده بص بنسند سنده معينه ما نحاولش نجرح قشره المبيض اللي بره اللي بيطلع منها التبويض والا نعمل التصاقات اخرى. يعني ما بنمسكش المبيض من قشرته الخارجيه والا نجرحها فنمنع يحصل تبويض من خلالها. بص هنا في التصاق، بص الحته دي وانا بكوي من هنا ظهر الرحم اللي ملتصق في الحوض عشان بكوي بشكل معين لان هنا في كمان قولون، فانت لو كويت بشكل معين ممكن تاذي القولون الست دي تخش في ناسور شرجي فوري مميت ليس له حل. مع النزيف ده لو انحرج البراز داخل في الحوض وبص هنا بقى الحوض اتحرر من التصاقه. بص هنا ده تليفات شديده ليه؟ ده جريد فور التصاق اللي هو درجه رابعه يعني درجه رابعه في الالتصاق متاخر شديد جدا درجات علميه صعبه. بص احنا هنا بقص لا سيرمي لاني ده هنا بص عشان افك الالتصاق لان ده عندها الم شديد جدا اليوترو سكرر ده مرفوع فمعامل الم شديد جدا ده رابط من اربطه الرحم رابط حاجه زي ساري كده رابطه في السكرم يعني في العمود الفقري ويبقى تتحس بالم في عشان كده الم شديد جدا كانه عندها ديسك الم شديد مع الجماع الم شديد جدا مع الحركه الم شديد جدا. ابتدينا نشيل كل الالتصاقات والخلايا الموجوده ورجعت بطانة الرحم المهاجرة كانت على الحوض طبعا قدمنا البداية ورجعت الحالة كما كانت دي الجزء الأولاني. اوكي ابتدينا نكوي هنا بطانة الرحم المهاجرة اللي موجودة على الأمعاء قصدي على المثانة البولية اللي كانت متخليها بطانة الرحم المهاجرة مزروعة على المثانة البولية بتخليها كل شوية تخش التويلت طبعا فريكونسي إثارة وموجودة كل الأجزاء الموجودة بقى بنحاول نكويها عشان نحرقها عشان نتخلص من سمومها الموجوده من البروستاجلاندين اللي بيطلع من الالتهابات اللي موجوده من الماكروفاج والمونوسايتس ومن ال الخلايا كلها التهابات طيب احنا نرجع بص الحاله دي بعد ما تخلصنا من الالتصاقات الموجودة وتخلصنا من بطانة الرحم الموجودة وكوينا بطانة الرحم وكوينا الالتصاقات الموجودة على المبيض. الحالة بتبقى لو انت جاية الحالة بتشتكي من ألام فالألام بتقل جدا لأنك انت بتعمل ايه بالعملية كده؟ انت بتعمل حاجة رهيبة جدا. ده السابقة لما خرجت اكدنا ان الانابيب اللي كانت انتاجلنج ومحشورة في الالتصاقات دي حررناها وبدات الانبوبه تفك فلما فكت من المبيض احنا شفناها راح وجه لما فكت الانبوبه بقت حره يعني كاننا لو احنا قلنا المنظر ده تخيل يا دكتور ايمن لو ده مبيض وده مبيض ودي انبوبه ودي انبوبه وادي الرحم اتفقنا بالمنظر اللي احنا شفناه ده ادي المبيضين كانوا لازقين بالانبوبتين لما الست دي بالالم شديد جدا هنا التصاقات شديده جدا الم لما بيحصل الجماع لان الجماع لما بيتم كده عاوز انا اوصل للناس بس حاجه مهمه الجماع لما بيهم هنا بيخبط هنا في 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 الالتصاقات دي في الالم هنا بيجي هنا يعني لو الالتصاقات دي كانت اماميه كده
ولما بيحصل الجماع ما كانش هيحصل الالم الالم ده. عشان كده دايما المبيض هنا موجود دايما فيه المبيض فيه. بص تشوف كان المبيض واخد الانبوبه يتجه لورا عشان كده قلت الالم يبقى اثناء الجماع شديد جدا واثناء المشي والحركه والنومه والرقده لما حلينا المشكله الالم بيقل. طيب العمليه الجراحيه تعمل ايه؟ كانك بتعمل سلوينج داون، كانك بتقلل سرعه هذا المرض. ان انت دخلت فيه وهو عمال عمليه الانفلاميشن كرونيك انفلاميشن التهابات مستمره 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 دخلت في وسطها. لما ابتديت تفك الالتصاقات بدات الدنيا تهدى. احنا عندنا فيديو مهم جدا، لكن انا بعيد ان احنا نفتح دلوقتي ملف مهم، بس بعد الفيديو هنتكلم فيه بالتفصيل. هو ملف الالم اثناء الجماع. الالم اثناء الجماع لماذا يحدث في هذه الحاله بالتفصيل؟ عايزين نفهم وايه الفرق بينه وبين الالم السطحي في الجماع. بس انا نشوف مع بعض فيلم او فيديو القصه يعني نهايه. وكنت بتسالني في الفاصل نهايه العمليه دي وصلنا الى ايه؟ نهايه العمليه دي المنظار اللي كنا بنعمله دلوقتي، المنظار اللي كنا بنعمله دلوقتي حالا دلوقتي نشوف الحاله. نشوف هي دي صاحبه الحاله اللي هنشوفها دي صاحبه الحاله. ده احنا النهارده بنعمل شغل جامد جدا. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا مدام نجاح؟ الله يسلمك يا دكتور. ازيك يا هاشم؟ الله يبارك فيك يا دكتور. يعني انت اميره؟ الحمد لله الحمد لله. قولي كده يا نجاح، قصتك انت وهاشم كام؟ قصتنا يا دكتور ان احنا بقالنا 12 سنه متجوزين يعني من 2002، وكشفت كتير عند دكاتره كتيره، وبقت يقولوا لي الدكتور يقول لي ما عندكيش حاجه، وعملت شعب السبع دورين وبقت يدوني منشطات وكده. فالحمد لله من ساعه ما جينا مستشفى الامم وربنا اراد بسرية ان شاء الله كده يا رب ينولها كل اللي بيتمناها. فبعد ما كشفت عندك كده بالسلامه وعملت لي شعب الصبغه طلعت عندي تكيسات على المبيضين. فلما عملت المنظار الحمد لله ربنا اكرمنا واسعدنا وربنا يسعد كل محروم ان شاء الله. فربنا اعطاني اميره بعد ما عملت المنظار ب 45 يوم بالظبط حللت لقيت عندي حمل. والحمد لله ربنا عنده امل كتير ان شاء الله، وربنا يا رب كل ما ان شاء الله. قولي هاشم احساسك ايه وانت شايل اميره كده في ايدك؟ والله الدنيا مش ساعه، انا اعتبر ما صرفتش جنيه واحد، طلت في اميره كده بالدنيا وما شاء الله يا رب. الحمد لله. يعني الحمد لله احنا بقالنا 12 سنه ما خلتش، جبتها من اسيوط لحد جسر السويس. الحمد لله. بس ربنا سبحانه وتعالى جعلك لنا انت سالم، وربنا اكرمنا في اميره 45 يوم. على اللي انا شفته كده هنا فيه امل كبير جوه لاي واحد. انا ما شفتش حد في ال 45 يوم اللي مشيت هنا معاكم ما شفتش حد طالع خير بالراجل. الحمد لله. انا على جلد مره ربنا ما يديها واحده كان عندها 46 سنه وربنا اعطاها هنا في المستشفى. دي حقيقه. دي على 46 سنه وقابلتني هي وكلمتني قالت لي انا بقالي 46 سنه وربنا اعطاها هنا. الحمد لله. ربنا اعطاها هنا. الحمد لله. الميزه في البسطاء يعني مع احترامنا انهم بيحمدوا ربنا في كل كلمتين، يا ريت نتعلم منهم، يا ريت نتعلم منهم الحكايه دي. طبعا هرجع تاني دي الست اللي احنا عملنا لها المنظار. طبعا كانت الدرجات دي ممكن التصاقات دي تمنع الحمل؟ التصاقات منع الحمل، يعني احنا اتفقنا كذا حاجه، يعني انت عشان يطلع ببساطه شديده جدا العلاقه من المبيض والانبوبه والرحم. اللي احنا هنتكلم طبعا تفصيلا في كل شيء، يعني بامراض المبيض وامراض الانابيب وامراض الرحم والعلاقه حتى الغير مرئيه، يعني احنا انت بتشوف ان في التصاقات، فالتصاقات بتعمل ديستورشن للاناتومي، يعني بتعمل خلل، بتبوظ التشريح. يعني تخيل ان العلاقه من المبيض والانبوبه هنا، البويضه تطلع الانبوبه تاخدها في الافح، خلاص كده في الافح. فتخيل لما يكون الاثنين معمولين كده، في ايد كده بتشفط الاثنين، لما يكون معمولين كده ففي علاقه المبيض بالانبوبه. ادي واحده. اثنين ان البويضات اتفقنا
المبيض لما بيتحول بالالتصاقات يعني خارجيا كده، طب البواده اللي تخرج من على سطحه اللي هتاخدها الصوابع الانبوبه دي، طب ما حواليه التصاقات، فبتبقى البواده تحتيه وتموت خلاص. طب لو هو عليه التصاقات من كل حته، الاوعاء الدموي اللي بيغذيه بيقل بسبب الالتصاقات، فالبوادات اللي طالعه بتبقى نضجها اقل وبتبقى معيوبه فما بيحصلش حمل. الانابيب بتبقى مسدوده او حصل فيها ارتشاح ما بيحصلش حمل. السائل اللي موجود ما بين في الحوض سائل مليان البروستاجلاندين، مليان الماكروفاج، مليان الموسايت، مليان مواد التهابيه، انتي بوديز، مليان كل الكلام ده، فبيمنع ايه ان يحصل البويضه دي تموت والحيوان المنوي يموت. السائل لما بيخرج من هنا وبيأثر لو مشي في الانبوبه بشكل او باخر بيمنع التقاء البويضه انها تتحول وتمشي من الانبوبه جوه. ولو وصلت بقى في الاخر خالص، لو 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 في كل الكلام ده قدر تصل الالتصاق البويضه عدت من ده كله ووصلت لغايه لما دخلت في تجويف الرحم داخليا، بطانه الرحم دي كمان بتبقى مسممه. بتبقى فيه اللي انا مش عاوز يعني هتكلم بحته صغيره عشان اعمل لك السسبنس. يعني لما بتطلع اجسام مضاده ضد بطانه الرحم احيانا الجسم يبقى عنده خلل فيكون اجسام مضاده ضد بطانه الرحم اللي خارجه بره وبطانه الرحم الحقيقيه. يعني ما يعرفش يفصل ما بين الاثنين. يعني في جسم جهاز المناعه يكون اجسام مضاده لبطانه الرحم اللي خرجت بره اللي اتزرعت بره، يعني جهاز المناعه يجي ويبص كده يقول لك ايه الارم في خلايا اتخلقت بره بس دي جزء من جسمي فما يكونش اجسام مضاده ضدها، لكن يطلع خلايا معينه اكلها تروح تاكلها وخلايا معينه تروح تحللها وخلايا معينه تمتص الجسم وراحت خلاص. جهاز المناعه تاني بقى لمراه تانيه يلاقي اجسام مضاده، يلاقي قصدي خلايا بره، يروح مطلع اجسام مضاده ضد الخلايا اللي بره، بس بيطلع اجسام مضاده ضد الخلايا اللي بره ونوع الخلايا دي، فيطلع اجسام مضاده ضد كمان ايه بطانه الرحم العاديه فيتاجل الحمل، لانه بيحصل هنا ايه يحصل ضمور لبطانه الرحم العاديه، فلو جالها جنين ما يلاقش في مكان يلتصق فيه. تمام. عمليه كده زي ما بحصل لبعض الناس ال ناقص العقل، في فساد في كل حاجه، في فساد كان في الشرطه فبدانا نهاجم كل الشرطه، بدانا نهاجم الشرطه الجيده اللي معظمها جيد ومتضمنه بسيط. عارف عارف انت زي ما قلت جمله برضو تانية بقول لك انت النهارده برضو بتقول كلام هشرح لك. دايما يقول لك ان جهاز المناعه المفترس ده اللي ميجي يبدا بقى يلطش فيعمل كل حاجه بيبقى يقول لك ايه بقى هايبر رياكتيف وهايبر سنسيتيف، يبقى رد فعله عنيف جدا وحساس لكل حاجه لدرجه ما عندوش عقلانيه يعمل ايه للجسم للحته المصابه يروح يحاصرها ويتخلص منها. لا يروح يلطش بجهاز المناعه كله ويعمل المريض حساسيه في كل. طيب كل انا عندي سؤالين، سؤال علمي وسؤال علمي. السؤال العلمي الاولاني دلوقتي اللي احنا نعرفه انه المهبل حساس في الثلث الاولاني منه. فالالم لو كان في الم يعني هيكون سوبرفيشال، لما بيحصل ادخال العضو الذكري داخل المهبل هيتم الالم نتيجه استثاره للجزء الاول الثلث الاولاني. دلوقتي الالتصاقات دي حاصله في الاخر طبعا بعد الثلثين طبعا، ومع ذلك بيحصل الم، لان هنا انت لما تيجي تعمل جماع بيحتك هنا وفي التصاقات، فانت بتعمل اكستنشن للاعضاء بتعمل شد عليه بتشدها في اعصاب عماله كانك بتشد في العصب فيألم فيحصل وزد رول على طول وتتوقف المرأة على الجماع. ده لو ما كانش سبب كافر الحمل زي بالظبط الم العصب بتاع السنان، تخيلوا الم كهرباء مره واحده وستابنج كانه شارب طعنة. سكينه طعنه تمام. فالمراه تتوقف عن الجماع تماما. قبل ما نذهب والوقت ولانه اسفنا جدا، انا كان نفسي اخد وقت اطول من كده للاجابه على هذا السؤال، لكن هو سؤال مهم جدا. الامل الان في مصر 2014 وما بعد 2014 ان تكون مصر افضل، لا ان شاء الله تكون افضل. لكي تكون افضل هل دكتور سيد الأخرى سيقول نعم أم لا للدستور؟ طيب لو كنا بنتكلم على مصر الحضارة فالمصر الحاضر لابد أن نكون ليها حاضرة، فلما تندهلك لازم تقول حاضر. ولو كنا دايما بقول للتاريخ الأهرامات والمعابد اتبنت بسور لازم تنزل تقول نعم للدستور. نعم.
لازم تقول نعم للدستور. ليه؟ لان اذا كنت بجد عاوز تكون ابن من ابناء الفراعنه بحضرهم لازم يكون لك حاضر قوي، والحاضر قوي لازم نعدي مرحله البرزخ ده، مرحله البين البين، لان احنا يا اما هنا دوله او لا دوله، هنفضل كده ونفضل نتخانق، احنا لا دوله. نعدي بده بدستور يعدينا لمرحله الاستقرار عشان بعد كده تبقى في محاسبه للي كل اللي فات، وتقول بقى نبني ازاي، ويجي لنا حد يحيي لنا الامل وما يقزمناش بقى تاني، ما يقعدش يقول لك مصر اصل محدوده، اصل. عاوز بجد حد يحيي الامل عشان الشباب ينطلق، عشان الرجاله تنزل تشتغل، عشان بجد ترجع المراه تاني تربي اولاد بجد عارفه ان ليهم مستقبل، مش خايفه عليهم، وتحتضنك الوطن تاني من جديد، وترجع مصر كما كانت لعصورها اللي قبل كده. اشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار المبدع، شديد التميز، شديد الاختلاف، شديد التنوع. احنا النهارده حوار يعني فعلا في كل حاجة، في حكاوي، في حاجات إنسانية، في كلام علمي دقيق جدا، في نظريات، في كلام جديد في العلم النهاردة اتقال مهم جدا جدا. يعني أشكرك شكرا جزيلا وعلى وقتك الثمين، كل الشكر والتقدير للقيمة العلمية القديرة في مجالنا والقامة الجراحية المتميزة، طبعا الركن الرائع في الدكتور هذا البرنامج الذي افخر بان احنا نلتقي فيه مع بعض، وافخر بهذا البرنامج لانه يعني افضل حاجه عملتها في حياتنا. يعني كل شكر وتقدير للاستاذ الدكتور سيد الاخر استشاري امراض النساء والتوليد والعقم واطفال الانابيب وجراحه المناظير، المؤسس لمستشفى الامم، عضو الجمعيتين الاوروبيه والامريكيه للخصوبه، المؤسس لاول مركز متكامل لعلاج بطنه الرحم المهاجره في الشرق الاوسط، احد اهم الكوادر الطبيه في مصر والوطن العربي. نورتك العاده. شكرا دكتور. بصوا الامل مرتبط بحاجه ثانيه، الاخلاص. لازم تكون مخلص، لازم حضرتك تكون مخلص. الفرق بين النتيجة الرائعة والنهاية المأساوية بيكمن في الإخلاص. صدقوني الإخلاص ده شيء سر محدش بيفهمه، محدش بيعرفه. الإخلاص منجي. كتير من الناس عملت كل حاجة، رسمت وخططت وأجادت التمثيل وأبهرت في التمثيل وظنت أنها تمكنت، لكن إنه لما فيش إخلاص، إنه في نية بيع، لأنه ما فيش نية للعمل لصالح هذا الوطن، في النهاية كانت نهايتهم خاسرة للغاية. ادرسوا كلمة الإخلاص لأن هي أهم حاجة في الدنيا، وهي دي كور النجاح، هي دي مركز النجاح، وهو ده أملنا في برنامجنا ده، أن احنا نعمله، احنا بنشتغل هنا بإخلاص. نرجو أنه يوصلكم هذا المعنى، ونتمنى أن ربنا يرزقنا نعمة الإخلاص وإياكم، وجمعة طيبة. أمين. وغدا لقاء جديد مع الدكتور، البرنامج الأكثر تميزا، الأفضل إعدادا والأجمل إخراجا على القناة الأجمل والأحلى والأفضل في كل القنوات الفضائية القاهرة والناس. أرجوكم ابقوا معنا، إلى اللقاء.